ويتابع موظفو المفوضية في دونتسك عن كسب التطورات المتعلقة بحادثة 14 مارس والتي أدت وفقا للمعلومات إلى مقتل 20 مدني باستخدام قذيفة توشكا يو قد تكون احتوت على ذخائر عنقودية، وينبغي التحقيق في هذه الحوادث كلها بمسؤولية كل الجهات، الالتزام الكامل بواجباتها بحماية أرواح المدنيين أينما كانوا. تشعر المفوضية بالقلق البالغ إزاء معلومات عن احتجاز تعسفي واختفاء قسري بحق المدنيين والسلطات المحلية وناشطي المجتمع المدني في المناطق الخاضعة لسيطرة روسيا، ونحن ندعو إلى إطلاق سراحهم فورا. سيدي الرئيس، هذا الأسبوع وردت أخبار إيجابية عن المحادثات المباشرة الجارية بين ممثلين أوكرانيين وروس، ونحن نرحب بهذه الاتصالات، ولكن هذه البوادر لم تؤدي حتى الآن إلى وقف الأعمال العدائية، وهو موضوع نحتاجه بشكل ماس. نشعر بالقلق خاصة إزاء الوضع في ماريوبول في جنوب شرق البلاد. الكثير من سكان المدينة الذين لم يتمكنوا من الإجلاء لا يملكون ما يكفي من الغذاء والمياه والكهرباء والرعاية الطبية، والأشلاء تنتشر في شوارع المدينة. وقعت البارحة غارة جوية على مسرح ماريوبول والذي كان يستخدم كملجأ من القنابل، وهو ما يضيف إلى قائمة الهجمات على البنى التحتية المدنية. تفيد المعلومات الأولية بأن الوضع كان من الممكن أن يكون أسوأ، ولكن القتال يعيق أعمال الإغاثة وتقييم الوضع. سيدي الرئيس، الدمار والمعاناة في ماريوبول وخاركيف يثيران قلقنا وخشيتنا على مصير ملايين السكان في كييف وفي مدن أخرى تتعرض لهجمات مكثفة. القانون الإنساني الدولي واضح، من حق المدنيين الحصول على الحماية من أي مخاطر قد تنتج عن العمليات العسكرية. الهجمات المباشرة على المدنيين محظورة، ولكن لا يمكن إنكار عدد الضحايا المدنيين وحجم الدمار الذي لحق بالبنى التحتية المدنية، وهذا موضوع يستدعي التحقيق والمساءلة. سيدي الرئيس، الأولوية بالنسبة للأمم المتحدة والشركاء تتمثل في مساعدة الناس العالقين بسبب القصف الحالي بما في ذلك في شرق أوكرانيا، ولهذا لا نزال نعزز من عملياتنا على الأرض عندما تسمح الظروف بذلك. احتياجات الناس تزداد يوم بعد يوم، تدعو الأمم المتحدة إلى السماح للمدنيين بالعبور الآمن من المناطق المحاصرة وإيصال الإمدادات الإنسانية إليها، ونحن ممتنون للحكومات حكومات البلدان المجاورة على سخائها واستقبالها للاجئين وتمكين إيصال المساعدة إلى أوكرانيا، ونحن نطلب من كل المانحين التعجيل بتقديم التمويل لتلبية للنداء العاجل، وقد كنا طلبنا 1.1 مليار دولار لمساعدة 12 مليون شخص، وحتى الآن وصلت نسبة التمويل إلى 36%. يتوقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن 90% من مواطني أوكرانيا قد يعانون من الفقر ومن الضعف الاقتصادي الحاد إذا ما استمرت الحرب، مما سيسبب انتكاسة للبلاد وللمنطقة وسيخلف ندوبا اقتصادية واجتماعية. كما أشار الأمين العام، هذا النزاع له تبعات تؤثر على العالم أجمع. فروسيا وأوكرانيا مسؤولتان عن نصف الإنتاج العالمي من زيت عباد الشمس و 30% من إنتاج القمح العالمي، وقد ارتفعت أسعار الغذاء والوقود والأسمدة وتعطلت سلاسل الإمداد، وهذه التبعات تؤثر بالدرجة الأولى على الأكثر فقراً وتسبب الاضطراب حول العالم. أعلن الأمين العام في 14 مارس عن إنشاء فرقة استجابة للأزمات عالمية معنية بالغذاء والطاقة والتمويل لقيادة جهود الدول الأعضاء من أجل التعامل مع تبعات الحرب، ووكيل الأمين العام أو نائبة الأمين العام ستتولى قيادة اللجنة التوجيهية المشتركة بين الوكالات مع الشركاء للإشراف على هذه الجهود. الأمين العام يرحب بكل الاتصالات الدبلوماسية الجارية، وهو لا يزال على اتصال مع القادة
الذين يحاولون وضع حد لهذه الحرب. ليس هنالك من منتصر في هذه الحرب العمياء. نحن نأسف للخسائر الناتجة عنها، وهذه الخسائر ستزداد إذا ما استمرت هذه الحرب. ويحث الأمين العام على تعزيز الجهود السياسية وتنسيقها من أجل التوصل فورا إلى وقف الأعمال العدائية. لابد من عملية سياسية مستمرة ودائمة وحقيقية للتوصل إلى تسوية سلمية، فحياة ملايين الأوكرانيين والسلام والأمن في المنطقة وحتى خارج المنطقة تتوقف على ذلك. شكرا. أشكر السيدة دي كارلو على إحاطتها. أعطي الكلمة الآن للسيد روف مازو. نحن نأسف للخسائر الناتجة عنها، وهذه الخسائر ستزداد إذا ما استمرت هذه الحرب. ويحث الأمين العام على تعزيز الجهود السياسية وتنسيقها من أجل التوصل فورا إلى وقف الأعمال العدائية. لابد من عملية سياسية مستمرة ودائمة وحقيقية للتوصل إلى تسوية سلمية، فحياة ملايين الأوكرانيين والسلام والأمن في المنطقة وحتى خارج المنطقة تتوقف على ذلك. شكرا. أشكر السيدة دي كارلو على إحاطتها. أعطي الكلمة الآن للسيد روف مازو. Mr. President, it has been less. سيدي الرئيس، منذ 3 أسابيع تحدث المفوض سامي أمام المجلس، ومنذ ذلك الحين ازداد عدد النازحين واللاجئين من 520,000 إلى 3.1 مليون اليوم. وهذه الأزمة، أزمة اللجوء، هي أكثر أزمات اللجوء تسارعا في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. مع وصول عدد اللاجئين الأوكرانيين إلى بولندا إلى حوالي 2 مليون، أصبحت بولندا من بين أكثر البلدان التي تستضيف لاجئين في العالم. هرب كذلك 300,000 إلى مولدوفا، و 280,000 إلى هنغاريا المجر، و 280,000 إلى سلوفاكيا. مئات الآلاف أيضا وصلوا إلى دول أوروبية أخرى. عدد كبير من الناس اتجه أو ذهب إلى الاتحاد الروسي، وعدد آخر إلى بيلاروسيا. نحن نشيد بصمود اللاجئين، الكثير منهم هربوا من منازلهم وهم لا يملكون شيئا، ونشيد كذلك بسخاء المجتمعات والبلدان المضيفة. هذا التضامن يمثل أساساً لهيكل العالم لحماية اللاجئين، ويتماشى مع روح الاتفاق العالمي للاجئين. إن التعاطف والتضامن والإنسانية التي نراها كل يوم تمنحنا الأمل في ظل هذه الظروف الأليمة والصعبة. ونحن نشيد أيما إشادة بالحكومات التي استضافت اللاجئين لأنها أبقت حدودها مفتوحة أمام كل الهاربين من أوكرانيا، بما في ذلك رعايا البلدان الثالثة الذين ينبغي استمرار استقبالهم من دون أي تمييز. وإن الاستجابة التي اتخذتها أو أطلقتها هذه البلدان في فترة قصيرة للغاية تستحق الإشادة، كما نعبر عن سعادتنا بالدعم الذي حصلت عليه البلدان المضيفة والتمويل الذي حصلنا عليه حتى الآن، دعما للنداء العاجل بقيمة 1.1 مليار دولار للمساعدة داخل أوكرانيا، ومبلغ 550.6 مليون دولار لخطط الاستجابة للاجئين التابعة لنا وأطلقناها في آذار مارس. وإن الدعم الذي حصلنا عليه من القطاع الخاص ومن الأفراد الذين قدموا حتى الآن ثلثي التمويل المطلوب يستحق منا الإشادة. كل الدعم الذي نحصل عليه يتم تنسيقه وفقا لنموذج اللاجئين الذي نقوده والذي أنشئ في بولندا ومولدوفا وهنغاريا وسلوفاكيا وهنغاريا وبلدان أخرى في المنطقة.
ومن المهم أن نحصل على الخبرات والدعم المطلوبين لمساعدة اللاجئين والبلدان الثالثة فيما يتعلق بالإقامة والمساعدة النقدية والدعم الصحة النفسية والعقلية والاجتماعية. ونحن عززنا من استجابتنا من خلال نشر ما يزيد عن 200 خبير، وأنشأنا حضورا ميدانيا في كل البلدان، وموظفون على الأرض يقومون برصد جهود الحماية على معابر الحدودية الرئيسية ومراكز الاستقبال وغيرها من المواقع التي ينتقل إليها اللاجئون. ولكن في ظل وتيرة حركة اللاجئين تزداد الضغوط المفروضة على قدرات البلدان المضيفة، ونحن ينبغي مضاعفة جهودنا لتوفير المساعدة. والآن المفوضية وبالتنسيق مع الحكومات المضيفة والشركاء ستقيم الاحتياجات مع تطورها، ونحن نعدل حاليا من استجابتنا الأقليمية لمساعدة اللاجئين. بعض اللاجئين يمرون عبر بلدان تجاور أوكرانيا، وكثير منهم انضموا إلى أسرهم التي تقيم سابقا في بلدان مضيفة مثل بولندا، وسيزداد عدد اللاجئين الذين سيحتاجون إلى مساعدة في إعادة الإدماج، كما أن البلدان المضيفة ستحتاج إلى مساعدة لكي تضمن إدماجهم في كل جوانب الحياة، ما في ذلك التعليم والصحة والعمالة وغيرها من الخدمات. البلدان المضيفة تحصل على دعم من الاتحاد الأوروبي، ونحن نشعر بالقلق إزاء الوضع في مولدوفا. 350,000 شخص وصل إلى تلك الدولة. أزمة اللاجئين هذه تضاف أيضا إلى تحديات سابقة، وبالتالي من المحوري أن يتم إتاحة موارد كافية بسرعة من أجل دعم الحكومة. التمويل ليس الموضوع الوحيد الأهم، ونحن نشيد بإطلاق منصة الصمود التابعة للاتحاد الأوروبي لتخفيف من الضغوط المفروضة على البلدان المجاورة لأوكرانيا من خلال نقل اللاجئين الضعفاء إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، ونحن ممتنون لتلك الدول التي تقدم بتعهدات، ما في ذلك نقل اللاجئين من مولدوفا، ونشجع الآخرين على أن ينضموا إلى هذه المبادرة، والتي تمثل نموذجا على تشارك المسؤولية تماشيا مع الركائز العشرة للاتفاق العالمي للاجئين. بالإضافة إلى ذلك، نشط الاتحاد الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه قانون المساعدة المؤقتة، والذي يسمح للاجئين والأشخاص عديمي الجنسية الذين يصلون من أوكرانيا تسوية أوضاعهم والتسجيل في نظام اللجوء، وهذا ما سيسمح للاجئين بالحصول على العمل والخدمات والحماية الاجتماعية. وقد أعلنت حكومة الولايات المتحدة وكذلك كندا وسويسرا والبرازيل عن مساعدة من هذا النوع أيضا. سيدي الرئيس، أود الإشارة إلى أن 90% من اللاجئين الهاربين من أوكرانيا هم من النساء والأطفال، مما يدل على ازدياد مخاطر العنف الجنساني وأشكال الاستغلال والإساءة الأخرى، بما في ذلك الاتجار. وكما قال الأمين العام، بالنسبة للذين يعتاشون على معاناة الآخرين والمتجرين للبشر، الحرب لا تمثل مأساة وإنما فرصة، ونحن نشعر بالقلق البالغ إزاء معلومات وتقارير في وسائل الإعلام عن أعمال عنف جنساني واتجار، ونحن ندعم جهود الحكومات من أجل تعزيز جهود الوقاية وتدابير التخفيف من المخاطر، ما في ذلك من خلال حملات التوعية للاجئين. وفي إطار دورنا المتمثل بتنسيق استجابة دعم اللاجئين، نشرنا منسقين معنيين بمنع الإساءة والاستغلال الجنسيين من أجل دعم الحكومات في الكثير من البلدان المضيفة. سيدي الرئيس، منذ بداية هذه الأزمة التزمت مفوضيتنا بالبقاء في أوكرانيا ومواصلة العمل، وهذا ما قمنا به بالفعل. أغتنم هذه الفرصة لكي أعبر عن خالص تقديري وامتناني للزملاء الذين قرروا البقاء في أوكرانيا
وكذلك لكل العاملين الإنسانيين. ونحن نعتقد أن مليوني شخص على الأقل اضطر إلى الهرب داخل أوكرانيا، وحوالي 13 مليون تأثر في أو يعيش في المناطق الأكثر تضررا من الحرب في أوكرانيا. الكثير من الناس لا يزالون عالقين في مناطق تشهد تصعيدا مع تعطل الخدمات الأساسية وعدم القدرة على تلبية احتياجات هؤلاء. وفي الكثير من المناطق ما في ذلك ماريوبول يعاني السكان من نقص حاد في الغذاء والمياه والأدوية، والأشخاص ذوي الإعاقة وأولئك الذين يعانون من مشاكل صحية خطيرة أكثر تضررا من غيرهم. ونحن نراقب عن كثب المفاوضات الجارية من أجل ضمان العبور الآمن، ونحن مستعدون لإرسال الإمدادات الإنسانية متى سمحت الظروف بذلك من أجل تيسير إيصال المساعدة المنقذة للأرواح للناس الأكثر احتياجا في أوكرانيا. عدلنا من تواجدنا العملياتي ونقلنا مكاتبنا ومستودعاتنا إلى غرب البلاد ووسطها، وإلى جانب الشركاء تمكننا من إيصال إمدادات حيوية لمساعدة النازحين والناس المتضررين من النزاع، ما في ذلك مواد الإغاثة الحيوية وغيرها. كما نعمل مع السلطات المحلية من أجل توسيع قدراتنا على استقبال النازحين في المواقع التي يصلون إليها، كما ننسق توفير خدمات الحماية مثل المساعدة القانونية والدعم الاجتماعي والدعم النفسي وحماية الأطفال وإدارة حالات العنف الجنساني. ومتى تسمح الظروف بذلك نقوم بتوزيع النقد لمساعدة الناس على استخدام هذه الأموال لتلبية احتياجاتهم، ونشدد على أهمية أن تكون أشكال المساعدة هذه مرنة ومبتكرة. على الرغم من كل هذه الجهود لا نزال عاجزين عن مواكبة الاحتياجات المتنامية للشعب الأوكراني وتوفير المساعدة المنقذة للأرواح بشكل كامل، ونشدد على النداء العاجل الذي شدد عليه الأمين العام ووكيلة الأمين العام دي كارلو ومنسق شؤون الإغاثة السيد جريفيث أكثر من مرة. لابد من حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية، ولا بد من احترام القانون الإنساني الدولي وتوفير أو ضمان العبور الآمن للمدنيين في أي اتجاه يختارونه. كما نشدد على ضرورة الوصول الإنساني إلى المحتاجين وتوفير المساعدة من دون عرقلة، بما في ذلك عبر نظام الإخطار الإنساني. سيدي الرئيس، ختاما أود الاقتباس عما قاله المفوض سامي جراندي والذي يتواجد اليوم في طاجكستان بعد أن غادر أفغانستان البارحة. في أكثر من مناسبة أشار أنه في إطار استجابتنا للأزمة في أوكرانيا لا يجب أن ننسى الأزمات الإنسانية السابقة في والحالية في مناطق مختلفة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية وأسيا والشرق الأوسط. شكرا. أشكر السيد مازو على إحاطته. أعطي الكلمة الآن للدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس. Mr. President, Excellencies. سيدي الرئيس وسمراء الأعزاء أصحاب السعادة، طابت أوقاتكم وأشكركم على هذه الفرصة لتقديم إحاطة أمامكم اليوم. تترتب على الحرب في أوكرانيا تبعات مدمرة بالنسبة لصحة الشعب الأوكراني، وهذه التبعات ستستمر لسنوات أو عقود قادمة. نشهد انقطاعا وعرقلة في الخدمات الصحية والسلع الأساسية بسبب الدمار الواسع في البنى التحتية بما في ذلك المرافق الصحية. منظمتنا تحققت من 43 هجوما على الرعاية الصحية مما أدى إلى مقتل 12 شخصا وإصابة 34 بما في ذلك عمال صحيين. وتمثل الهجمات على الرعاية الصحية في أي نزاع انتهاكا للقانون الإنساني الدولي. هذه الهجمات تحرم الناس من الرعاية التي يحتاجونها حاجة ماسة، وتؤدي إلى
انهيار النظم الصحية، توقف الخدمات والإمدادات الصحية في أوكرانيا يعرض للخطر الناس الذين يعانون من أمراض قلبية وسرطانية ومن أمراض السكري والإيدز والسل وغيرها، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الوفيات، ومن المتوقع أن يؤدي النزوح والاكتظاظ إلى ازدياد حالات الحصبة وشلل الأطفال والتهاب المجاري التنفسية. يحتاج الناس حاجة ماسة أيضا إلى الدعم النفسي والاجتماعي وفي مجال الصحة العقلية، وهنالك حوالي 35,000 مريض عقلي في المستشفيات النفسية في أوكرانيا وفي مرافق الرعاية طويلة الأمد الأخرى، وهم يعانون من نقص في الأدوية والأغذية والبطانية وغيرها، كما أن الحرب تفاقم من وضع الجائحة في أوكرانيا. ثلث الراشدين في أوكرانيا حصلوا على اللقاحات، وهذا ما يزيد من احتمال تعرض الناس لأمراض خطيرة بسبب الجائحة، وسيؤدي أو سيزيد نقص الأكسجين من صعوبة معالجة مرضى الجائحة. أغلق حتى الآن حوالي 8 مرافق لتخزين الأكسجين السائل، ونحن نبحث الآن عن سبل ووسائل لإيصال الأكسجين من البلدان المجاورة إلى أوكرانيا. منظمتنا تعمل على الأرض بالتعاون مع وزارة الصحة والشركاء لدعم العمال الصحيين والنظم الصحية من أجل تلبية الاحتياجات الصحية، وحتى الآن أرسلنا 100 طن متر من الإمدادات الطبية، ما في ذلك الأكسجين والأنسولين وإمدادات الجراحية وعدد نقل الدم، والتي تكفي لعلاج 4500 مريض و450 ألف مريض من أجل تزويدهم بالرعاية الصحية الأولية لشهر واحد. ونحن سنرسل قريبا 108 طن متر من أجهزة توليد الأكسجين، وقد أقمنا خط إمداد من مستودعنا في ليفيف باتجاه مدن أخرى في أوكرانيا، ولكن لا نزال نواجه التحديات. وقد وضعنا إمدادات حيوية في شاحنات قوافل الأمم المتحدة المشتركة، ولكن حتى الآن لم تتمكن من الوصول إلى المناطق المطلوبة، فقافلة أممية لم تتمكن اليوم مثلا من دخول مدينة سومي، كما أن الإمدادات المخصصة لمدينة ماريوبول لا تزال متوقفة وعاجزة عن دخول المدينة. من المهم ضمان وصول هذه الإمدادات إلى هذه المناطق ومناطق أخرى. من أجل دعم النظام الصحي في أوكرانيا تقوم منظمتنا بتنسيق نشر 20 فريق طبي طارئ يضم خبراء من بلدان متعددة من أجل توفير الرعاية في أوكرانيا وبلدان مجاورة، وهي بلدان استضافت اللاجئين بسخاء ولكنها عاجزة عن تلبية احتياجاتهم. كما قال زملائي، هذه الاحتياجات هائلة، بما في ذلك الحاجة للرعاية من أجل معالجة الأمراض والمشاكل الصحية الأساسية، إلى جانب مشاكل صحية أخرى مثل السرطان والحاجة لغسيل الكلى بسبب القصور الكلوي، وتوفير الصحة للأمهات والأطفال، وعلاج الإيدز والسل والأمراض الجنسية. ويعاني اللاجئون والنازحون داخليا في أوكرانيا من الضعف، وخاصة النساء والأطفال.
ولا بد من ضمان حمايتها من الاستغلال والاعتداء كأولوية بالنسبة للحكومات المضيفة وكذلك المنظمات الدولية. سيدي الرئيس، أتقدم اليوم بثلاث مطالب. أولا، نحث مجلس الأمن على السعي نحو وقف فوري لإطلاق النار والتوصل إلى حل سياسي. فليس من مصلحة أحد أن يستمر هذا النزاع. استمرار النزاع سيزيد من معاناة الأكثر ضعفا. الدواء الذي نحتاجه الآن هو السلام. ثانيا، نحث كل المانحين على دعم تلبية الاحتياجات الإنسانية في أوكرانيا وفي البلدان المجاورة، وهي احتياجات هائلة وتتزايد يوم بعد يوم. وبفضل الأموال التي قدمها المانحون لصندوق الطوارئ الخاص بنا، أموال المانحين أجل تلبية الاحتياجات الإنسانية الحالية. وأضيف إلى هذا التمويل تمويل حصلنا عليه من صندوق الأمم المتحدة المركزي للاستجابة للطوارئ. ولكن من أجل مواصلة جهودنا، ندعو المانحين إلى تلبية النداء الإنساني العاجل الصادر عن الأمم المتحدة. وكما قال وكيلة الأمين العام، هذا النداء لم يحظى سوى ب 36% من التمويل، ونحث المانحين على توفير المزيد من التمويل من أجل تلبية احتياجات الناس في أوكرانيا. ثالثا، على الرغم من أن أوكرانيا تستحوذ الآن على اهتمام العالم، أحثكم ألا تتغاضوا عن أزمات أخرى يعاني بسببها الناس. ففي أفغانستان يصل عدد المحتاجين إلى 50%، ويعاني الكثير منهم من سوء التغذية ومن الحصبة ومن مشاكل وتحديات أخرى. وفي إثيوبيا شهدنا حصارا لستة مليون شخص في تيغراي على مدى 500 يوم، مما تسبب بأزمة صحية وغذائية. وفي الجمهورية العربية السورية يصل عدد المحتاجين إلى المساعدة الصحية إلى 12 مليون شخص، نصفهم تقريبا من الأطفال. وفي اليمن ثلثاء السكان، أي ما يزيد عن 20 مليون شخص، بحاجة إلى مساعدة صحية. سيدي الرئيس، في كل هذه الأزمات الحل الوحيد يمر بالسلام. أكرر، في كل هذه الأزمات الحل الوحيد هو السلام، وعالمنا يحتاج إلى السلام الآن أكثر من أي وقت مضى. كانت الجائحة قد أثقلت كاهلنا، والآن أتت هذه الحرب لتضيف إلى أعبائنا. شكرا. الدكتور غبريسوس على إحاطته. أعطي الكلمة الآن لأعضاء المجلس الراغبين في الإدلاء ببيانات. أعطي الكلمة لممثلة الولايات المتحدة. شكرا سيدي الرئيس، وأشكر جميع مقدمي الإحاطات على إحاطاتهم اليوم. قبل 3 أسابيع فقط أطلقت روسيا هذا الغزو واسع النطاق الذي لا مبرر له بدون دافع ولا ضمير، وهذه العصفة بالديمقراطية. أكثر من 3 ملايين لاجئ هربوا من البلد حتى الآن، مما أدى إلى أزمة إنسانية كارثية شعر بها العالم أجمع. اللاجئون معظمهم من النساء والأطفال، وقد جمعوا حياتهم في حقيبة صغيرة وغادروا كل ما عرفوه من وراء ظهورهم. اليوم العديدون يعرفون أن منازلهم وشوارعهم قصفت وأصبحت رمادا، والرعب مستمر لمن لا يزال في أوكرانيا. واستمعنا للتو من المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أن 43 مستشفى تعرضت لهجوم من قبل روسيا، 43 مستشفى ومركز صحي. والمراسلون الميداميون أظهروا مشاكل و
الوفيات من الأطفال الذين سقطوا في ماريوبول، وبالأمس أطلق روسيا قنبلة استهدفت مسرحا بماريوبول كان يستخدم كملجأ للأوكرانيين، وكان مكتوب أمام المسرح في مقدمته وخلفيته أنه مكان يلجأ فيه الأطفال. اليافطات كانت واضحة للجميع وللعيان، ومع ذلك قصفت القوات الروسية هذا المسرح، وقيل للأوكرانيين أن يغادروا جثث وفاياهم في الشوارع معروضة للعالم، لأنه بكل بساطة الوضع خطير مع مواصلة هذا القصف أن يتم أي جنازات. واجتمعت للتو مع قادة من المجتمع المدني في أوكرانيا، وأبلغوني أن الناس تقف في طوابير سعيا للحصول على غذاء لعائلاتهم، وتعرضوا للقصف الناري من قبل الجنود الروس. وقد أبلغوا عن هذا الرعب الذي تشنه روسيا على الأوكرانيين في كل ربوع البلاد، وستخضع روسيا للمساءلة عن تلك الفظائع. فهناك سبيل واحد فقط، سبيل واحد لإنهاء هذا الجنون. الرئيس بوتين يجب أن يوقف القتل. أوقف القتل، اسحب قواتك، غادر أوكرانيا بشكل تام. بالأمس استمعت إلى الرئيس زيلينسكي والذي تقدم ببيان أمام الكونغرس الأمريكي، وتعاطفت بكلماته وشجاعته وندائه للمساعدة ولإحلال السلام. وبعد ذلك أعلن الرئيس بايدن بمساعدة أمنية تصل إلى 800 مليون دولار، وبالتالي تم أو وصل مجموع المساعدات الأمريكية لأوكرانيا مليار دولار. ونحن لا نقوم بذلك وحدنا، وكل شركاؤنا يواصلون مضاعفة المساعدات لأوكرانيا، ونحن ممتنون لكل شركاء والحلفاء الذين فتحوا حدودهم وقلوبهم ورحبوا باللاجئين الأوكران. كما سنواصل تقديم المساعدات الإغاثية الإنسانية للأوكرانيين وكل من اضطر إلى الهروب، ما في ذلك 186 مليون دولار إضافية في المساعدات، والذي أعلن عنها وزير الخارجية بلينكين بالأمس. هنا في الأمم المتحدة نؤمن أن أفضل سبيل لمعالجة الأزمة الإنسانية هو من خلال اعتماد قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة. القرار الصادر عن الجمعية العامة سيعكس آراء السواد الأعظم من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وأيضا أوكرانيا. محكمة العدل الدولية تقدمت بقرار عاجل بالأمس للاتحاد الروسي، ونطالب روسيا بالامتثال بشكل فوري لهذا القرار. فلقد انتهكت روسيا القانون الدولي بانتهاك سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها. وهذه التكتيكات العنيفة للروسين أودت بحياة المدنيين والعاملين في المجال الطبي والصحفيين الذين كانوا ينقلوا حقيقة هذه الحرب. لقد هاجمت أو انتهكت روسيا كل ما نقدسه وكل ما تقوم الأمم المتحدة بإعلائه. فإجراءات روسيا يجب أن تدان بشكل قاطع. وكما قال الرئيس بايدن، لن تكون أوكرانيا أبدا نصرا لبوتين، مهما كان التقدم الذي سيحرزه، مهما كانت المدن التي سيدمرها أو الناس التي سيقتلها، لن تكون أوكرانيا أبدا نصرا لبوتين. وتقف الولايات المتحدة مع أوكرانيا وشعبها، وسنبذل قصارى الجهد قصارى جهدنا لوضع حد لهذه الحرب المأساوية التي لا لزوم لها. شكرا. ممثلت الولايات المتحدة على بيانها، وأعطي الكلمة لممثل ألبانيا. شكرا سيدي الرئيس، وأشكرك روزماري على هذا الوضوح والمعلومات القيمة التي تقدميها لنا كل مرة تتقدمي بإحاطة أمام المجلس. أشكر السيد مازو المدير العام للمنظمة الصحة العالمية على تلك المعلومات الهامة. الزملاء الكرام، بعد مرور 3 أسابيع على هذا العدوان
المؤسف من روسيا ما من داعي للدخول في التفاصيل، فقد شهدنا ضحايا واسعة النطاق ما بين المدنيين ودمار واسع النطاق للبنية التحتية المدنية ودمار للمباني والمدارس والمستشفيات وحياة تعرضت للدمار، وما من حاجة لوصف هذا الوضع الكارثي، ولكن وكما استمعنا للتو من قبل أعلى ممثلين للأمم المتحدة وليس من قبل ما يطلق عليها الهستيريا الغربية، يأتي ذلك مع تقارير مروعة من الصحفيين حول أهوال الحرب والمأساة التي شنت على أوكرانيا بلا سبب. وسأذكركم بكلمة الأمين العام المجدة حينما قال منذ يومين أن أوكرانيا أصبحت الآن مشتعلة بالنار، ولكم أن تتساءلوا من وراء ذلك. أكثر من 3 ملايين لاجئ في 3 أسابيع فقط، أي أكثر من كل سكان بلدي، 2 مليون شخص أصبحوا مشردين داخليا، 12 مليون تضرر في المناطق الأكثر قصفا بسبب هذه الحرب. ولدى اليونيسف أدلة بمفادها أنه منذ بداية هذه الحرب التي دفعت بعدوان كارثي يعبر طفل كل ثانية حدود أوكرانيا. والممثل الخاص للأمين العام باتن حذر بأن الاستغلال ومخاطر العنف الجنسي والجنساني والاتجار في تزايد مع انتشار النزوح، والكثير من النداءات لفتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين ذهبت سدى، والكثيرون عالقون في مناطق النزاع يفتقرون إلى الخدمات الأساسية والغذاء والماء والدواء، وهناك حوالي 100,000 لا يزالون في أوكرانيا ولا يجدون سبيلا للخروج، وقد يقتلوا وهم واقفون في ماريوبول والذي كان يستخدم كملجأ للمدنيين الآلاف الذين هربوا من المدينة. وكما ذكر كانت هناك كلمة مكتوبة باللغة الروسية، كلمة أطفال، ومع ذلك تعرض المسرح للقصف. وعلى الرغم من هذه الصورة البشعة، فإن الأخبار الرئيسية هي أن أوكرانيا لا تزال صامدة، أنها تقاوم، أنها تنجح وتنتصر، وأن روسيا أصبحت غارة حول العالم. وقعت 43 هجوم في أوكرانيا، وبالتالي الهجوم على منشآت الرعاية الصحية والعاملين في المجال الصحي أصبحت تكتيك حرب في أوكرانيا، فلم ينجو أحد من هذا الهجوم. أولا كانت هذه المستشفى الولادة في ماريوبول، ثم مسجد، وبالأمس قصفت روسيا مسرحا في ماريوبول والذي كان يستخدم كملجأ للمدنيين للآلاف الذين هربوا من المدينة. وكما ذكر كانت هناك كلمة مكتوبة باللغة الروسية، كلمة أطفال، ومع ذلك تعرض المسرح للقصف. وعلى الرغم من هذه الصورة البشعة، فإن الأخبار الرئيسية هي أن أوكرانيا لا تزال صامدة، أنها تقاوم، أنها تنجح وتنتصر، وأن روسيا أصبحت غارقة في الخطأ ميدانيا وأخلاقيا وقانونيا ودوليا. ونحن ندرك الآن أنه إذا ما كانت روسيا لتنتصر في هذه الحرب التي دخلت فيها باختيارها، فإنها يجب أن تقضي على أوكرانيا وتحولها إلى حلب، كما كان الحال بالنسبة لمدنها مدن سوريا التي دمرت ويصبح الحال كما هو في ماريوبول. وحتى بعد ذلك فإنه سيقال من جديد أنه خطأ فولتير، تلفت فولتير. أوكرانيا انتصرت قانونيا بالأمس للمرة الأولى في محكمة العدل الدولية، فهذه المحكمة الراعية للقانون الدولي أصدرت قرارا بأنه ما من أدلة تدعم ادعاءات روسيا بأن أوكرانيا ارتكبت إبادة جماعية في لوهانسك ودونيتسك، ودعت المحكمة للتعليق الفوري لأي عملية عسكرية روسية، وأيضا وقف لهذه السيطرة من هيئتها ومنظماتها والأشخاص تحت قيادتها. والسؤال هو، هل ستحترم روسيا قرار المحكمة أم أنها ستنفصل تماما عن القانون الدولي وتغض الطرف عنه؟ السيد الرئيس،
فيما وراء هذا هذه الخسارة البشرية والبنية التحتية والدمار، هناك أيضا أثر واسع النطاق لهذا العدوان، ألا وهو في المسار الاقتصادي. وقد حضر برنامج الإنمائي الأمم المتحدة كل يوم يتأخر فيه السلام سنعجل من سقوط نحو هاوية الفقر في أوكرانيا. ويتوقع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة أن 90% من السكان في أوكرانيا سيواجهوا الفقر وظروف هشاشة اقتصادية مؤسفة. وفي حالة تواصلت هذه الحرب واستمر أمدها في أوكرانيا، ثلث السكان سيسقط تحت خط الفقر خلال 12 شهر القادمة. وقد حذر البرنامج أيضا بأن الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية التي اكتسبت على مدار 18 عاما ستذهب سدى، وبالتالي ستترك آثارا اقتصادية واجتماعية عميقة على الأجيال القادمة. من في هذه القاعة أو خارجها يؤمن ويصدق كلمة واحدة تقولها روسيا عن أهداف التنمية المستدامة أو خطة 2030، ولا سيما بتلك الآثار المروعة التي ستشهدها أوكرانيا وفي العالم أجمع؟ لقد اقترحت روسيا البلد الذي أطلق هذا العدوان مقترح نص لقرار إنساني. يا للمفارقة عن حق من السخرية والاستخفاف، فلا يمكن لهم أن يقوموا بإطلاق النار على الطبيب وبعد ذلك يقولوا أنه متخفن. فبكل بساطة، إذا ما رغبت روسيا في تخفيف التبعات الإنسانية على الشعب الأوكراني فلها أن توقف هذه الحرب وتسحب قواتها وتعود أدراجها لبلادها. ندعو الدول الأعضاء، كل 141 من صوت لقرار الجمعية العامة، أن لا يلتبس عليه الأمر. وشكرا. مثل ألبانيا على بيانه، وأعطي الكلمة لممثلة المملكة المتحدة. شكرا سيدي الرئيس. أضم صوتي إلى من سبقني بالحديث وأتوجه بالشكر إلى مقدمي لحلقات اليوم أيضا. وكما استمعنا، لقد مرت 3 أسابيع منذ أن اجتمعنا في هذه القاعة لبذل جهد أخير لتجنب الاجتياح الروسي لأوكرانيا. 3 أسابيع منذ أن عرفنا أن الرئيس بوتين غسل يده من الديمقراطية وشن الحرب. 3 أسابيع طويلة ومدمرة على الشعب الأوكراني بالنسبة ل3 ملايين الذين هربوا البلاد وأيضا من بقى. وكما استمعنا من الأمم المتحدة، القوات الروسية تقوم بحصار المدن المأهولة بالسكان وتقوم بقصف المناطق المأهولة بالسكان بشكل عشوائي بأسلحة ثقيلة بما في ذلك الذخائر العنقودية. 43 منشأة صحية بما في ذلك مستشفى للولادة تعرض للهجوم، مما أودى بحياة الفئة الأكثر هشاشة وحرم المدنيين من الوصول إلى أي مساعدات طبية. وحرب الرئيس بوتين تؤدي إلى معاناة تتخطى حدود أوكرانيا. الآلاف من الطلاب، الكثيرون من دول من حول هذه الطاولة، لج في هذه الحرب، وتؤدي الحرب إلى ارتفاع كبير في أسعار الغذاء والوقود، وبالتالي تؤدي إلى معاناة في الدول النامية التي تعاني بالفعل من آثار جائحة كوفيد-19 والمجاعة والنزاع والمناخ. الملايين من اللاجئين استضيفوا من قبل بلدان في ربوع أوروبا. السيد رئيس، الزملاء الكرام، لقد مرت 3 أسابيع منذ الاجتياح الروسي، ووجب توضيح نقطة هامة في أذهاننا. تلك هي حرب عدوانية لم يتم استفزازها، أطلقتها روسيا، وروسيا هي المسؤولة عن المعاناة التي تعاني منها أوكرانيا وما وراءها. روسيا وحدها يمكنها أن تضع حدا لهذه الحرب.
141 دولة عضو في الأمم المتحدة أدانت بشكل قاطع هذا العدوان الروسي غير القانوني، ومحكمة العدل الدولية تقدمت بقرار ملزم قانونا يطالب روسيا بوقف الإجراءات العسكرية في أوكرانيا بشكل فوري. وهذا الأسبوع تقدمت روسيا وهي للمفارقة بقرار يدعو من ضمن جملة أمور أخرى لحماية المدنيين بما في ذلك النساء والأطفال. وهذه حرب استخفاف في مواجهة المعاناة الإنسانية. بالأمس فقط في ماريوبول قامت القوات الروسية باستهداف المدنيين كما أبلغنا بذلك، ولا سيما الذين حاولوا أن يلجأوا في ملجأ بعيدا عن القصف في مسرح وضعت عليه يافطة تحمل اسم أو عنوان أطفال. فوجب على روسيا أن تسحب قواتها من أوكرانيا وتنهي هذا العدوان غير القانوني اليوم. شكرا سيدي الرئيس. شكر ممثلة المملكة المتحدة على بيانها، وأعطي الكلمة لممثل فرنسا. السيد الرئيس، أتوجه بالشكر إلى وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية والمفوض السامي المساعد لشؤون العمليات مفوضة الأمم المتحدة للاجئين والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية على مداخلاتهم، فهي تبرهن بالحيادة والصرامة التي يتصف بها عمل الأمم المتحدة. إذن تبرهن على حقيقة هذه الحرب المستمرة لأكثر من 3 أسابيع وشنتها روسيا. هذا الواقع هو وفاة الأبرياء من المدنيين والصحفيين وأيضا العاملين في المجال الطبي. هي الفوضى التي خلقت في أوكرانيا وما ورائها وأدت إلى زيادة أزمة انعدام الأمن الغذائي من حول العالم. إنها ملايين من الحيوات التي دمرت لأشخاص دفعوا نحو الهروب ولم يجدوا ملجأ ولا في المستشفيات ولا في المدارس. وجمع شركاء الأوروبيين ستواصل فرنسا التعبئة من أجل استضافة اللاجئين، وسنواصل توفير الدعم للأوكرانيين، وقد تقدمنا 100 مليون يورو للمساعدة الإنسانية تحقيقا لهذا الهدف. ونحن نطالب روسيا بوقف هذه الحرب الدموية بشكل فوري والامتثال بقرار محكمة العدل الدولية الصادر بالأمس. فنحن ندين بأشد العبارات الحصار المفروض على العديد من المدن الأوكرانية وهذا القصف العشوائي الذي يستهدف المدنيين، ونطالب روسيا بالامتثال بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية والسماح بالوصول للأمن المساعدات. فهذه الهجمات ضد المستشفيات ترقى لجرائم حرب، وتدين فرنسا أيضا الإجراءات التي استهدفت الصحفيين، ونذكر بالتزام القوات المسلحة بحماية الصحفيين، ويساورنا بالغ القلق بسبب المعلومات التي مفادها أن روسيا تستخدم قنابل ذات ذخائر صغيرة. وندين من جديد دعم النظام بيلاروسيا لهذه الحرب القاتلة، وندين استخدام روسيا للمرتزقة لا سيما من سوريا، فذلك لن يرفع المسؤولية عن روسيا، فهي يجب أن تساءل عن جرائمها. ونحن نثمن فتح التحقيق من قبل مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كما نستهجن استخفاف روسيا والتي تدعي في نيويورك قلقها بسبب الوضع الإنساني في أوكرانيا في الوقت الذي كانت هي السبب الرئيسي من وراء ذلك. ومشروع القرار الروسي لا يخدع أحدا ولا يجب أن يدعم، فدعمه سيعطي شيكا على بياض لروسيا لمواصلة هذه الحرب. السيد الرئيس، على الرغم من الدمار والمعاناة إلا أن الحرب في أوكرانيا كشفت عن حقيقة أخرى، ألا وهي أن الشعب الأوكراني يقاوم ويستحق الثناء على ذلك. ونحن نثمن هذه الشجاعة وشجاعة أيضا السلطات الأوكرانية والمجتمع الدولي متحد في إدانة هذا العدوان الروسي. العديد من البلدان ومنها فرنسا اتخذت تدابير تستهدف السلطات الروسية والدوائر المقربة من النظام لمنعهم من الموارد
التي ستسمح لهم بمواصلة هذه الحرب. الجزاءات برهنت على نجاعتها بالفعل، وسنواصل تعضيدها بغية زيادة كلفة تلك الحرب حتى تتخلى السلطات الروسية عن هذا العنف. شكرا سيدي رئيس. ممثل فرنسا على بيانه، وأعطي الكلمة لممثلة إيرلندا. شكرا السيد الرئيس. أنا بدوري أود أن أتوجه بالشكر لسعادة وكيلة الأمين العام دي كارلو، المفوض السامي المساعد مازو، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية دكتور تادروس على إحاطاتهم الوافية. فالرسائل للأسف مظلمة. نحن نثني على جميع المنظمات العاملة في المجال الإنسانية التي تحاول تخفيف تلك الكارثة من صنع الإنسان التي تعيشها أوكرانيا. إن أسباب الكارثة واضحة، فقبل 3 أسابيع فقط ونحن في تلك القاعة في الوقت الذي أطلق فيه الأمين العام نداء من أجل السلام، قام الاتحاد الروسي بغزو أوكرانيا، ومنذ ذلك الحين شهدنا دمار واسع النطاق على دولة مستقلة ذات سيادة بدون أي احترام للحياة الإنسانية. وحتى يومنا هذا أكثر من 3 ملايين شخص اضطروا إلى الهروب من أوكرانيا وأصبحوا لاجئين في بلدان الجوار. واستمعنا اليوم إلى أن 90% من اضطروا إلى مغادرة أوطانهم أصبحوا الآن في عالم ضبابي، كانوا من النساء والأطفال. لقد دمرت العائلات، وما لا يقل عن 2 مليون شخص أصبحوا مشردين داخليا ومعرضين لهشاشة واستضعاف ويحتاجون لدعم فوري. لقد تعرض الناس العاديين إلى صدمة بسبب هذه الحرب العنيفة، وتواجه النساء والفتيات مخاطر متزايدة من العنف الجنسي والجنساني والتجاري والاغتصاب، وتم غط الطرف بالحق في حمايتهن. والدمار للخدمات الأساسية مسها كل شيء، سواء الغذاء والمياه والنظم الصحية أو النظم الصحية والتعليمية، وكل ذلك أثار موجعة على الأوكرانيين. إن الضحايا من المدنيين وصلوا للآلاف، والصحفي الأيرلندي بيير زاكراسكي قتل جنباً إلى جنب مع الصحفية الأوكرانية أوليسانكا كوشيانفا، كان يعملان لإلقاء الضوء على أزمة الأوكران ومعاناتهم من بعد الغزو الروسي. ونتقدم بخالص التعازي لعائلاتهم وعائلة كل الأوكران. فالصحفيون الشجعان يبرهنوا على الأثر المفجع لهذا العدوان الروسي، ونحن نثمن الإعلام الذي يضع حياته على المحك لكي يوضح الحقيقة. الأثر الإنساني لهذه الحرب واسع النطاق وملموس في ربوع العالم، سيؤثر على الأمن الغذائي في بلدان تعتمد بشكل كبير على المنتجات الزراعية الأوكرانية، ما في ذلك في أفريقيا وأسيا والشرق الأوسط، وسيؤدي إلى أضرار واسعة النطاق تتخطى حدود أوكرانيا. السيد الرئيس، من المؤسف عن حق وإدانة لهذا المجلس أن نضطر إلى مطالبة الاتحاد الروسي أو إطلاق نداء له بأن لا يحرم السكان المدنيين الغذاء والمياه أو البنية التحتية الأساسية التي يحتاجون إليها من أجل البقاء على قيد الحياة بشكل يومي. من المؤسف عن حق أننا في هذا المجلس لم نستطع أن نتحدث بصوت واحد لإنقاذ الحياة حياة الأبرياء من هذه الحرب. الصور التي وصلتنا من ماريبول المعرضة للحصار صادمة. شهدنا من جديد أن الحرب في الحضر تكلف المدنيين العبء الأكبر، ونشجب استهداف المنشآت الصحية والحصار المفروض على الأطباء والتدخل في الرعاية الصحية التي تنقذ الحياة من قبل القوات العسكرية. فهجوم الأسبوع الماضي من قبل القوات الروسية على مستشفى ولادة في ماريبول كانت له أبعاد واسعة النطاق، لا سيما بعد قتل أم حامل وطفلها الذي لم يجد فرصة للحياة. والآن نشهد المواطنين في ماريبول يقومون بإذابة الجليد لإيجاد مياه للشرب، ويقومون بقطع الأشجار لاستخدامها من أجل الطهي أو لضبط درجات الحرارة بسبب الثلج. ونشهد أيضا متاجر تفتقر إلى الاحتياجات الأساسية.
ومن المؤسف أن المعاناة في ماري بول قد تتكرر في مدن أوكرانية أخرى. ما من مبرر لهذا العدوان المفجع، لا يجب أن يستمر ويجب أن يتوقف. نحن ننادي الاتحاد الروسي بالامتثال بالتزاماته لحماية المنشآت الرعاية الصحية المدنية والعاملين في المجال الإنساني والطبي. يجب عليهم أن ييسروا المرور الآمن والتوصيل غير المعوق للمساعدات الإنسانية بما في ذلك الإمدادات الطبية والغذائية. أيا ما كان سيتفق عليه أو لا يتفق عليه بالنسبة للممرات الإنسانية والتدابير وغيرها من الأمور، فإن البنية التحتية المدنية والمدنيين يجب أن توفر لهم الحماية وفقا للقانون الدولي الإنساني. ينطبق ذلك على من يختار أن يغادر أو من يختار أن يبقى. وعن حق، فأقل ما أسس احترام الحياة الإنسانية يجب أن يكون لها مغزى بالنسبة للجهة التي أطلقت العدوان حتى الآن. وتوفير المساعدة الإنسانية لا يجب أن يعتمد على وقف إطلاق النار، إنما هو الآن يعتمد على وجوب القيام بما هو صحيح. إن الهجمات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية والهجمات العشوائية جميعها محظورة وفقا للقانون الدولي الإنساني، ويصورون بالغ القلق بسبب الضرر الإنساني الذي تمخض عن استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان في أوكرانيا. كانت هناك تقارير عن استخدام الذخائر العنقودية وأسلحة أخرى من قبل قوات العسكرية الروسية، مما يؤدي إلى سقوط ضحايا بأعداد كبيرة وتمثل مخاطر كبيرة للمدنيين إذا ما استخدمت في المناطق الحضرية بما في ذلك حتى ما بعد وقف الاقتتال. واستخدامها يعني انعدام الضمير. وبالمثل أي استخدام للفوسفور الأبيض ضد المدنيين أو البنية التحتية المدنية مروع ومخالف للقانون الدولي. سعادة الرئيس، حرب روسيا ضد أوكرانيا ليست فقط خطأ أخلاقيا وإنما أيضا قانونيا. وبالأمس بالموافقة على طلب أوكرانيا بفرض تدابير مؤقتة ضد الاتحاد الروسي، كانت محكمة العدل الدولية واضحة بضرورة وجوب وقف هذه العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، وعملا بقرار المحكمة والذي وجب أن يكون ملزما على الاتحاد الروسي ولا يجب أن تغض عنه الطرف. نطالب الاتحاد الروسي بالامتثال بالتزاماته وفقا للقانون الدولي ووقف هذا العدوان بشكل فوري. ويجب عليها أن تسحب قواتها بدون شروط من كل الأراضي الأوكرانية تتوقف عن استخدام القوة والتهديد باستخدامها ضد أوكرانيا أو أي دولة عضو أخرى. السيد الرئيس، الزملاء الكرام، على مدار 3 أسابيع طوال لم تستطع الدبلوماسية أن توقف تلك الحرب التي شهدها العالم برعب. نعم، نؤمن أنه لا يزال هناك فرصة للسلام. نحث الاتحاد الروسي بالقيام بما هو صائب والالتزام بالمسار الدبلوماسي بحسن نية. لن يكون أبدا متأخرا أن نطلع بما هو صحيح. وشكرا. أشكر ممثلة إيرلندا على بيانها وأعطي الكلمة لممثلة النرويج. Thank you, President. شكرا السيد الرئيس. أشكر مقدمي الإحاطات على ما أدلوا به. السيد الرئيس، قبل 3 أسابيع أطلقت روسيا عدوانها العسكري واجتاحت أوكرانيا، ومنذ بداية الحرب أصبح طفل أوكراني لاجئا كل ثانية تقريبا، وأكثر من 3 ملايين مدني قطعوا الحدود إلى الدول الجارة باحثين عن الحماية، وأكثر من 1.5 مليون شخص يتعرضون للنزوح داخل أوكرانيا وهم يهربون من ويلات حرب روسيا غير المشروعة وغير القانونية ضد أوكرانيا، وذلك من قبل آلة حرب هي من الأكبر في العالم.
يفرون من قصف روسيا للمدارس وللمستشفيات، من استخدام روسيا العشوائي للأسلحة المتفجرة والاستخدام المشجوب للقنابل العنقودية والأسلحة التي تدمر المدن وتقتل المدنيين حتى عندما يهربون أو يختبئون. هذه المعاناة الإنسانية غير مقبولة، ونشجع البلدان على إبقاء حدودها مفتوحة أمام كل الذين يبحثون عن الأمان خارج أوكرانيا من دون أي تمييز، ونثني على سخاء الدول الجارة وتضامنها مع من يهربون من الحرب. إن من يهربون هم في حالة ضعف كما سمعنا قبل قليل من الدكتور تيدروس، ويتعرضون كذلك لخطر العنف الجنسي والجنساني والاتجار وغيرها من أشكال الاستغلال، كما أن الأطفال والراشدين المصدومين يحتاجون مساعدة نفسية واجتماعية. نشجع المنظمات الإنسانية على إعطاء أولوية لهذه المسائل في استجاباتها. السيد الرئيس، لابد من حماية المدنيين في كل الأوقات، ولابد للعمال الإنسانيين والطبيين من أن يتمتعوا بالحماية وأن يسمح كذلك بوصولهم بأمان وبسرعة ومن دون إعاقة لمن يحتاج المساعدة. فحماية المدنيين والوصول الإنساني ليست موضوع خيار، هذه موجبات قانونية بموجب القانون الإنساني الدولي، وهي موجبات لابد من احترامها. أولئك المسؤولين عن هذه الانتهاكات لابد من مساءلتهم أيضا. السيد الرئيس، تؤدي هذه الحرب الروسية إلى يأس ومعاناة لها تداعيات عالمية، وروسيا مسؤولة عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية وخطر غياب الأمن الغذائي الذي يواجهه عدد من الدول اليوم، كما أن هذه الحرب من شأنها أن تزيد من حدة الأزمة الإنسانية والموت والكوارث للناس عبر القارات، وروسيا هي التي تتحمل مسؤولية هذه الحرب وعن الأزمة الإنسانية. على روسيا أن توقف عدوانها العسكري ضد أوكرانيا، على روسيا كذلك أن تمتثل وقرار المحكمة العدل الدولية بوقف عملياتها العسكرية في أوكرانيا. وإذا ما كانت روسيا تأبه لقضية المعاناة الإنسانية التي تتسبب بها هذه الحرب، فعلى روسيا أن تضع حدا لهذه الحرب غير العقلانية والتي لا معنى لها وغير المشروعة. إن قرار الذي تطرحه روسيا ليس له أي مصداقية ولن يوقف الحرب والمعاناة، ونحن نضم صوتنا إلى نداء الأمين العام ونشير إلى أن الحوار السياسي والمفاوضات والوساطة هي السبيل الوحيد للمضي قدما، وذلك ونحتاج إلى محادثات حقيقية تترجم إلى نتائج ملموسة في الميدان، ويجب أن تكون شاملة للجميع. يجب أن نرى النساء منخرطة كذلك بشكل فاعل في كل المحادثات والمفاوضات وجهود الوساطة، ومن أجل الإنسانية يجب أن تتوقف هذه الحرب. شكرا. ممثلة النرويج على بيانها، وأعطي الكلمة لممثل الهند. شكرا سيد الرئيس. أود في المستهل أن أشكر سيدة وكيلة الأمين العام دي كارلو وسيد مساعد مفوض سامي مازو وكذا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية على الإحاطات بشأن الوضع الإنساني والأمني في أوكرانيا. تعبر الهند عن قلقها المستمر إزاء الوضع القائم والذي ما فتئ يتدهور منذ بدء الأعمال العدائية، فقد أدى هذا النزاع إلى مقتل مدنيين وإلى تشريد آلاف من الناس داخليا، كما وإلى تدفق لأكثر من 3 ملايين لاجئ إلى الدول الجارة. تدهور الوضع الإنساني خصوصا في مناطق النزاع. ثمة حاجة ملحة اليوم للتعامل مع الحاجات الإنسانية في صفوف المدنيين المتضررين، وفي هذا السياق ندعم مبادرات الأمم المتحدة ووكالاتها، تلك التي حشدت كل ما هو ممكن في أقصر وقت ممكن، ونأمل أن الأسرة الدولية سوف تواصل تعاملها بشكل إيجابي مع الحاجات الإنسانية للأوكرانيين، بما في ذلك من خلال دعم النداء الأمين العام العاجل كما ولخطة الاستجابة الإقليمية للاجئين الأوكرانيين.
نستذكر طبعا الوضع الإنساني القاسي الذي تتكشف معالمه في أوكرانيا، وقد قامت الهند بإرسال أكثر من 90 طن من المساعدة الإنسانية لأوكرانيا ولجيرانها في إطار المساعدة الإنسانية التي أتيحت حتى الآن. تضمنت هذه المساعدة أدوية ومواد غذائية أو إغاثية أساسية، ونحن على قدم وساق في إطار جهود وتحديد المستلزمات لإرسال مزيد من المساعدات في الأيام المقبلة. وقد ضمنت الهند عودة آمنة لألف 22,500 من الهنود الذين كانوا متواجدين في أوكرانيا، وساعدنا رعايا من 18 دولة في سياق هذه العملية، ونحن نثمن ما قامت به السلطات الأوكرانية من تيسير هذا إلى جانب سلطات الدول الجارة لضمان هذه العودة الآمنة. واسمحوا لي أن أؤكد كذلك أنه من الأهمية بمكان أن تكون الأعمال الإنسانية منطلقة دائما من مبادئ المساعدة الإنسانية التي هي الإنسانية والحياد والاستقلالية. هذه التدابير لا يمكن أن تكون مسيسة، ونحن نكرر نداءنا من أجل وقف فوري للأعمال العدائية عبر أوكرانيا. وقد كرر رئيس وزرائنا هذه الرسالة بمناسبة عديدة وطالب بوقف إطلاق نار فوري، وأكد على أنه ما من خيار باستثناء مسار الحوار والدبلوماسية، ونحن جاهزون لمواصلة الانخراط حول هذه الأهداف في مجلس الأمن كما ومع الأطراف في الأيام المقبلة، ونواصل التأكيد على أهمية احترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وكذا سيادة الدول وسلامة أراضيها. شكرا سيد الرئيس. وأعطي الكلمة لممثل غانا، ممثلة غانا. السيد الرئيس، شكرا على دعوتي لهذا الاجتماع، وشكر موصول لمقدمي الإحاطات على المعلومات القيمة بشأن الوضع الإنساني في أوكرانيا. أرحب كذلك بحضور ممثلي بولندا وأوكرانيا في هذا الاجتماع. السيد الرئيس، تكرر غانا مرة جديدة نداءها للاتحاد الروسي بضرورة وقف إطلاق نار فوري ومن دون شروط، وبضرورة سحب كل القوات من حدود أوكرانيا المعترف بها دوليا. فوقف الأعمال العدائية أساسي لإنقاذ حياة الناس ومن أجل منع تدهور إضافي، ويبقى أساسيا كذلك لمعالجة الوضع الإنساني القائم. يقلقنا كذلك التصعيد العسكري كما واستخدام غير متناسب للذخائر غير التقليدية عند قصف المدن والمناطق المأهولة في أوكرانيا، ونحن نعبر عن أسفنا كذلك عن الصدمة التي لحقت تحديدا بكبار السن والنساء والأطفال. على أطراف هذا النزاع أن تلتزم فورا بوقفة إنسانية تسمح بإجلاء المدنيين وتأمين ممرات آمنة لهم، هذا إلى جانب تيسير إيصال المواد الغذائية والأدوية والخدمات الأساسية لمن يحتاجها، كما لأولئك الذين علقوا في المدن المحاصرة. نشجب من جهة أخرى الهجمات ضد المنشآت الطبية، ونطالب بحماية طواقم العمل الإنسانية والطبية، كما نحث الأطراف إلى الامتثال لمجباتها عملا بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وعلى وجه التحديد اتفاقية جنيف الرابعة للعمل 49 والمتصلة بحماية المدنيين في أوقات الحرب. ونحن نحث الأطراف على قبول مسار الدبلوماسية والحوار عند تسوية الشواغل الأمنية، ونحن على قناعة كذلك أن المساعي الحميدة التي يبذلها الأمين العام يجب أن يستفاد منها من أجل تيسير تسوية سلمية لهذا النزاع. ختاما السيد الرئيس، أود أن أؤكد على أن أمن وسلامة الأوكرانيين يجب أن تعطى لها الأولوية، ويجب أن تكون في قلب عمل هذا المجلس وكل الأطراف الدولية الأخرى. شكرا لكرم الإصغاء. وأعطي الكلمة لممثل غابون. شكرا سيد الرئيس. سيد الرئيس، أتقدم بالشكر من السيدة دي كارلو والسيد
كبريسوس كما وسيد مازو على الإحاطات التي أدلوا بها بشأن الوضع في أوكرانيا. ولا شك أن استعارة النزاع وتشريد المدنيين وتدهور ظروف المعيشة والظروف الصحية لمن يقرر البقاء كما ومخاطر الأمراض المتعلقة بوقف إتاحة الخدمات الأساسية الخدمات الصحية كلها مصادر قلق وشواغل كبيرة. نحث مجددا الأطراف جميعها على احترام موجبات القانون الإنساني الدولي وضمان احترام وحماية السكان بما في ذلك الرعاية من الدول الإفريقية وكذا المنشآت المدنية وطواقم العمل الطبية والإنسانية. من جهة أخرى نؤكد على ضرورة فتح الممرات الإنسانية الآمنة بشكل عاجل وندعو إلى وقف الأعمال العدائية، فإنقاذ حياة الناس يجب أن يكون أبعد من أي اعتبار سياسي، وعلى أطراف النزاع أن تستفيد من كل الفرص المتاحة من خلال الدبلوماسية وذلك تحقيقا لهذه الأغراض، إذن من خلال الحوار وصولا إلى مفاوضات والابتعاد عن مزيد من التصعيد. بيانه وأعطي الكلمة لممثلة كينيا. Mr. President, I thank the briefers for their presentations. السيد الرئيس، أتقدم بالشكر من مقدمي الإحاطات. يقلقنا أنه بعد ثلاثة أسابيع استمر النزاع المسلح في أوكرانيا بلا هوادة، مع ضحايا ونزوح قسري وملايين من اللاجئين. تعبر كينيا عن عميق تعزيها للأسر التي فقدت أحباء وتعبر عن تضامنها مع كل المتضررين من هذا النزاع. نثني كذلك على ما قامت به الدول الجارة لأوكرانيا فاتحة حدودها أمام اللاجئين من جنسيات مختلفة، ونحث هذه الدول على ضمان أن الحماية المطلوبة تتاح من دون أي تمييز على أي أساس كان وعلى وجه التحديد فيما يتعلق بالعرق أو الدين. تدين كينيا استهداف الأعيان والبنى التحتية المدنية وتدميرها بما في ذلك المنازل والمستشفيات والملاجئ. على الأطراف أن تمتثل لموجبات القانون الإنساني الدولي، ونذكر أن المدنيين بما في ذلك الرعايا الأجانب في أوكرانيا ليسوا أطراف النزاع وبالتالي يجب ألا يستهدفوا. في هذا السياق على الأطراف جميعها بما في أطراف ذات الشأن بما في ذلك أطراف النزاع أن تضمن وتعطي الأولوية لسلامة ومصلحة المدنيين بموجب القانون الإنساني الدولي، كما أن واجب ضمان الممرات الإنسانية المفتوحة والعاملة في كل الأوقات أمر بالغ الأهمية. نحن على قناعة أن الحاجة ملحة اليوم إلى قرار إنساني يعكس وحدة المجلس وعزمه على مساعدة شعب أوكرانيا. في نهاية المطاف يبقى المخرج الوحيد من هذه الأزمة وقفة فورية ومن دون شروط للحملة العسكرية، ونحث الأطراف على القيام بذلك من أجل السماح بإيصال المساعدة الإنسانية وإتاحة حيز للدبلوماسية والحوار البناء بما في ذلك من خلال مساعي الحميدة للأمين العام باتجاه حل سياسي مستدام. وأؤكد كذلك على الحاجة لوضع حد لهذا النزاع، فأثره نشعر به من خلال ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأسمدة والنفط، هذا أمر تستشعره دول عديدة، وما لم يتم منع ذلك فإن هذا الاتجاه بما في ذلك الأثار الإضافية للجزاءات الأحادية سوف تزيد من أوجه الضعف لدى الدول وتغذي النزاعات المستمرة عبر العالم لا سيما في الجنوب. ختاما سيد الرئيس، تؤكد كينيا التزامها بسيادة وسلامة أراضي واستقلال أوكرانيا السياسي. شكرا.
على بيانها وأعطي الكلمة لممثل البرازيل. شكرا سيد الرئيس. في المستهل أتقدم بالشكر من السيدة روزماري دي كارلو الوكيلة وكيلة الأمين العام والسيد رؤوف ماسو كما ودكتور تيدروس غيبريسوس. يستمر النزاع في أوكرانيا ويتدهور الوضع الإنساني أكثر في المنطقة. تعبر البرازيل عن قلقها العميق إزاء الحصيلة التي تتزايد بين المدنيين بما في ذلك الأطفال، هذا إلى جانب التدفق المتزايد للاجئين والمشردين داخليا. حسب بعض الأرقام والأحصاءات فإن عدد من تضرروا بهذا النزاع وصل إلى 18 مليونا وستة ملايين من بينهم هم من المشردين داخليا، إضافة إلى 3 ملايين فروا من أوكرانيا. أدى الدمار في البنى التحتية إلى نقص في المواد الغذائية والتيار الكهربائي والاتصالات. في ظل هذه الظروف تعرضت سلاسل الإمداد للاضطراب أيضا، وهذا إلى جانب صعوبة الوصول للمنشآت الطبية ومحدودية المخزونات من الأدوية وصعوبة توزيعها، لاسيما أن بعض المخزونات بعيدة المنال لا يمكن الوصول إليها بسبب الأعمال العسكرية، كما أن المستشفيات وطواقم العمل الطبية تصارع من أجل إتاحة مساعدتها للمرضى وللجرحى. في وجه الحاجات للمساعدة الإنسانية أرسلت حكومة البرازيل الأسبوع المنصرم منحة من منقيات مياه وحوالي 9 طنات من الغذاء أو المواد الغذائية ونصف طن من المواد الطبية، ما إجماله 20,000 من هذه المواد التي قدمت من قبل وزارة الصحة البرازيلية. بمساعدة كذلك من سفارة البرازيل في وارسو وصلت هذه المساعدات إلى العاصمة وتم إيصالها إلى أوكرانيا بالتنسيق مع السلطات. يجب أن تعمل الأسرة الدولية على مد يد العون لمن يحتاجها، لا أولئك المتضررين من الأعمال العدائية على الأراضي الأوكرانية فحسب، بل كذلك للاجئين في البلدان الجارة. نحن نثمن ما تقوم به منظمة الصحة العالمية من جهود من أجل ضمان إيصال المساعدات الطبية لأوكرانيا ولدولها الجارة، كما أن توفر طواقم العمل الطبية والأدوية والأجهزة الطبية كلها أساسية لتلبية الحالات أو الحاجات العاجلة للمرضى والجرحى. في هذه اللحظة بالتحديد يتعرض نظام الصحة الأوكراني إلى ضغوط كبيرة، وذلك لكي يتمكن من تلبية حاجات الضحايا الكثر بسبب هذا النزاع. وحتى 12 من مارس قامت منظمة الصحة العالمية بالتحقق من 31 هجوماً ضد مرافق طبية في أوكرانيا، ما أدى إلى عشرات القتلى والجرحى بما في ذلك طواقم العمل الطبية. وهذه الهجمات ضد مرافق الرعاية الصحية مقلقة للغاية، لأنها تحرم الناس من خدمات تنقذ حياتهم، كما أن الهجمات ضد مرافق الخدمة الصحية هي انتهاك للقانون الإنساني الدولي. نكرر موقفنا القائل بأن بضرورة وقف الأعمال العدائية في أوكرانيا، وهذا شرط أساسي لضمان عبور المدنيين من المناطق المدمرة إلى المناطق الآمنة. بالإضافة إلى ذلك، من خلال وقف إطلاق نار شامل وفاعل يمكن وصول المساعدة الإنسانية بشكل سريع وأمن ومن دون إعاقة لمن يحتاجها. شكرا سيد رئيس. على بيانه وأعطي الكلمة لممثل الاتحاد الروسي. Благодарю вас, господин председатель. شكرا سيد الرئيس. استمعنا بعناية إلى
مقدمي الإحاطات، ونحن نتفق والشواغل المتعلقة بهذه الأزمة الإنسانية التي نراها تتكشف في مناطق أوكرانية عديدة. واقع الأمر أن عددا من زملائنا في مجلس الأمن كانوا قد تحدثوا عن هذا الوضع الإنساني أيضا، لكن بعضهم وفي مداخلاته المدلى بها هنا يستند إلى معلومات كاذبة يتم نشرها منذ بدء هذه العملية العسكرية الخاصة. وكنا قد سمعنا معلومات من هذا القبيل عصر هذا اليوم، واتهامات فيما يتعلق مثلاً بقصف مستشفى ولادة بماريوبول، أو قصف يزعم أنه استهدف مسرح ماريوبول، وقول إن روسيا لا تسمح بخروج اللاجئين، أو أن يزعم أن روسيا كذلك قصفت مسجداً في ماريوبول، أو أن القوات الروسية تطلق النار على من ينتظر في طابور لشراء الغذاء الخبز في مدينة أوكرانية، وهذا إلى جانب إشارات إلى زعم بأن 33 مسجد التركي الذي لجأ إليه مدنيون تعرض لهجوم من قبل روسيا. قامت روسيا بقصفها، لكن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية لم يقل أي شيء من هذا القبيل. حسب معلوماتنا، منظمة الصحة العالمية غير قادرة على إسناد أو تحديد هوية من استهدف مرافق الصحية هذه. موضوع تحديد الهوية، أي تحديد من هو مسؤول عن دمار هذه المنشأة أو هذا المرفق الصحي أو لا، هذا أمر هذا صعب وأمر سوف نعود إليه لاحقا. في تشيرنيوف، بالنسبة لمن كانوا في طابور ينتظرون لشراء الخبز، أولئك لم يقتلوا على يد قوات روسية. ما من قوات روسية بتشيرنيوف، هذا جزء من المعلومات الكاذبة التي يروج لها فيما يتعلق بالقوات المسلحة الروسية. دعونا لا ننسى أن 25,000 من قطع السلاح تم توزيعها من دون أي رقابة. أما بالنسبة إلى مسجد السلطان سليمان بماريوبول، فإن مسؤول في هذا المسجد نفى قول إن هذا المسجد التركي الذي لجأ إليه مدنيون تعرض لهجوم من قبل روسيا. في نهاية المطاف أعرف من سوف يكون له رقم القياسي على مستوى الأكاذيب والمعلومات المغلوطة التي تذكر هنا اليوم في مجلس الأمن. إن هذه المعلومات المغلوطة تطال تحديداً ماريوبول. دعوني أحدثكم بعض الشيء عن هذه المدينة التي يعرفها الجميع. في العام 2014 والعام 2015، وعندما قام الجيش الأوكراني باستخدام الطائرات والدبابات ضد السكان بعد انقلاب ميدان، إذن هؤلاء السكان كانوا في هذه المدينة من وقفوا في وجه هذا النظام، وكانوا قد أيدوا استقلال الجمهورية ووقفوا في وجه النظام في كييف، لكن النازيين لم ينسونهم، وبالتالي استخدمت هذه المدينة كمقر وتم
استخدامها على هذا الشكل. في هذه أيضا سجن ومركز تعذيب، فيه أدوات تعذيب مختلفة. لهذا السبب يتمسك الراديكاليون الأوكرانيون بهذه المدينة، أولاً لأن فيها أدلة تقوم على الجرائم المرتكبة، وثانياً لأنهم يعرفون أنهم سوف يحاسبون عن هذه الأفعال في يوم ما، ولهذا السبب يصرون على أن يلقى كل سكان ماريوبول حتفهم، تماماً كما كان النازيون يفعلون في برلين عندما حصرت برلين في العام 45. إذن يبقون على السكان المدنيين ليستخدمونهم كدروع بشرية، يمنعون السكان من الهروب، وقرب المباني السكانية يضعون أسلحة ثقيلة، وفي ذلك انتهاك طبعاً للقانون الإنساني الدولي، علماً أن الزملاء والشركاء الغربيين هنا بالمجلس أو الأمانة الأمم المتحدة، كل هؤلاء لا يريدون أن يروا هذه الوقائع، علما أنه يصعب عدم كشف الحقيقة. فالصليب الأحمر الدولي أشار إلى هذه الوقائع، وبالتالي ماريوبول باتت اليوم مصدر المعلومات المغلوطة، تحظى باهتمام كبير من النظام الأوكراني. دعوني أتحدث عن بعض هذه المعلومات المغلوطة التي تم الترويج عنها. أولاً بالنسبة لمستشفى الولادة، لن أطيل وأصيب بهذا الشأن، كنا قد أوصلنا إلى الأمين العام للأمم المتحدة رسالة فيها معلومات، ولكن لا أفهم لماذا قرر الزملاء الغربيون ألا يأخذوا بالحسبان الإنذار الذي كان قد صدر عنا، علما أن هذا المستشفى، مستشفى الولادة، بات قد أصبح ملجأ للقوميين الأوكرانيين. ونحن كنا قد قلنا في هذه الرسالة أيضا أن جلسات تصوير تم تنظيمها في هذا المكان، تماما كما كان تفعل الخوذات البيض. الأكذوبة الثانية سمعناها من الزملاء اليوم أن روسيا قصفت مسرح ماريوبول حيث كان قد لجأ الآلاف من الناس في 13 من آذار مارس. وفي معلومات متاحة قدمها أشخاص من ماريوبول قاموا بالهرب من المدينة، قالوا إن هنالك ناس محاصرون في ذلك المسرح وسيتم استهدافهم، وترون كلمة أطفال مكتوبة على الأرض أمام المسرح. أعلم الاتحاد الروسي بذلك ولم يتم اعتبار ذلك المسرح هدفا إطلاقا. ولكن الصحفيون الغربيون غالبا ما يغطون هذه الأكاذيب ويتغاضون عما تقوم به القوات الأوكرانية. وبعد أن سلطت وسائل الإعلام الغربية الضوء على شخص خسر زوجته بعد أن قامت وسائل الإعلام الغربية بالتغاضي عن رجل خسر زوجته بسبب قذيفة توشكا أطلقت على دونيتسك، يصعب علينا أن نطلب منكم التحلي بالموضوعية. ولم يتحدث أي منكم عن المآسي التي وقعت في دونيتسك والتي أدت إلى مقتل 20 مدني حتى الآن. الأكذوبة الثالثة هي أن روسيا تجبر الناس في ماريوبول ومدن أخرى على المغادرة إلى روسيا، وهذا كذب. فوزارة الدفاع الروسية تلقت 2.5 مليون طلب عبر الخط الساخن الذي أقمناه من أجل إجلاء هؤلاء الناس باتجاه روسيا، ولكن
نحن لم نتمكن إجلاء الجميع حتى الآن، وذلك لأن السلطات الأوكرانية تمنع الناس من المغادرة. ولكن خلال الساعات 24 الماضية تمكننا من إجلاء ما يزيد عن 31,000 مدني، بما في ذلك 89 أجنبي، من بينهم 71 موظف في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، 9 مواطنين يونان و9 مواطنين باكستانيين. من بين 31,000 من الذين تم إجلاؤهم، فقط 36 شخص اتجهوا إلى مناطق تحت سيطرة كييف، وأما الآخرين فاتجهوا إلى روسيا وإلى هيرسون الواقعة تحت سيطرة روسيا، ورفضوا رفضا قاطعا الانتقال إلى المناطق الخاضعة لسيطرة كييف. وجرت العملية الإنسانية من قبل قواتنا المسلحة من دون أي مشاركة من الجانب الأوكراني. وألفت انتباهكم أيضا إلى أن إلى الاكتظاظ على الطريق من ماريوبول على مدى 10 كيلومترات، صف سيارات على مدى 10 كيلومترات، كلهم يهربون من الجيش الأوكراني. والأوكرانيون النازيون استخدموهم كدروع بشرية. ومن هرب من ماريوبول أخبرنا عن جرائم ارتكبتها قوات الدفاع الأوكرانية وانتهاكات ضد المسنين والأطفال. كل هؤلاء الناس يحصلون الآن على مساعدة نفسية واجتماعية. الوضع في مناطق أخرى متفاوت. البارحة احترمنا الهدنة الإنسانية التي اقترحناها على أوكرانيا، وقد تم التحقق من ذلك بسبل شتى، بما في ذلك عبر استخدام طائرات من دون طيار. المعابر الإنسانية التي فتحت باتجاه روسيا لم يتم السماح للمواطنين باستخدامها، لم تسمح لهم القوات الأوكرانية باستخدامها. والبارحة رأينا طابورا من الشاحنات فيه لاجئين تعرض للقصف وهو في طريقه إلى روسيا. بسبب على الرغم من كل الصعوبات والعوائق، البارحة ومن دون مشاركة كييف تمكنا من إجلاء 12,440 من بينهم 2,000 من الأطفال. ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة 200,000، بما في ذلك 85,000 طفل تم إجلاؤهم عبروا الحدود باتجاه روسيا، بما في ذلك 31,000 سيارة. ونحن مستعدون لاستقبال المزيد. لدينا 9,000 مركز استقبال في المناطق المحررة. وفرنا كل الظروف المؤاتية لحصول الناس على المساعدة الإنسانية. الأدوية والأغذية والملابس التي تم تلقيها من المنظمات الدولية خاصة من الصليب الأحمر. يقوم رؤساء بلديات أوكرانيا ببيعها، وهذا ما تم التحقق منه في مدن عديدة. وهنالك 70 سفينة في موانئ أوكرانيا عاجزة عن المغادرة بسبب الألغام البحرية، وذلك بسبب أوكرانيا. ونحن
لا نزال نرسل المساعدة الإنسانية إلى الأوكرانيين المحتاجين في ماريوبول. ماريوبول تلقت ما يزيد عن 450 طن من الأدوية والأغذية والاحتياجات الأساسية. ومنذ الثاني من آذار مارس، خدمات الطوارئ في وزارة الدفاع قدمت لعدد من المناطق في أوكرانيا، ما في ذلك الدونباس، إمدادات قدرها 3000 طن من المساعدات، ما في ذلك لإعادة الإعمار. وفي عدد من الحالات تقوم السلطات المحلية بتهديد من يتلقى المساعدة من روسيا، وكل يوم ترد معلومات من عواصم غربية بأنها تزود كييف بمزيد من الأسلحة، أصناف شتى من الأسلحة. البارحة واشنطن أعلنت أن أوكرانيا هذا الأسبوع ستتلقى منهم مساعدة عسكرية بقيمة مليار دولار. أنتم تؤججون هذا النزاع، تصبون الزيت على النار، وأصبح من الواضح الآن المأساة التي يمكن أن تنتج إذا ما تم توزيع السلاح على الناس. وأتساءل ما إذا كان دافعو الضرائب على علم بمخاطر وقوع هذه الأسلحة في أيدي مجموعات إرهابية في أوروبا، مثل منظومات الدفاع الجوي مثلا. هل تدركون خطورة ذلك وتبعات ذلك على أمنكم؟ كلنا سمعنا عن الطائرة من دون طيار التي سقطت في كرواتيا، والتي كانت مجهزة بالمتفجرات، وقد عبرت من كييف إلى زغرب من دون أن يلاحظها أحد. سيدتي الرئيسة، نأسف لأن أوكرانيا كانت ولا تزال بيدقا في العدوان الغربي على روسيا. السياسيون الغربيون لا يأبهون بمعاناة الناس في دونباس، ما في ذلك المسنين والأطفال والنساء. لو كانوا يأبهون لمصير هؤلاء ما كانوا أثاروا هذه الجلبة بشأن مشروع القرار الروسي المتعلق بالوضع الإنساني. لم يكن لديهم أي مشكلة بالقرار الفرنسي، مشروع القرار الفرنسي المكسيكي، ولكنهم يعارضون قرارنا، ويبدو لنا بأنهم لا يريدون إطلاقا مشروع القرار الروسي. هم مستعدون بدلا من ذلك أن يصدروا قرارا في الجمعية العامة، على الرغم من أن هذا النوع من الوثائق لن يساعد على تحسين الوضع الإنساني. ولهذا تقدمت روسيا بمشروع قرارها الذي يتضمن كل المعلومات عن الوضع الإنساني من دون أي تسييس. ونحن دعونا كل الدول الأعضاء إلى المشاركة في تقديم مشروع القرار هذا، ولكن قيل لنا بأن مشروع القرار الإنساني الذي قدمته روسيا لا يرضي الدول الغربية، وهذا يدل على الهدف الحقيقي، على النوايا الحقيقية لمقدمي مشروع القرار الإنساني الأول أمام المجلس، وهذا دليل على النفاق. كذلك الكثير من الزملاء من الكثير من الوفود تحدثوا عن الضغط يتعرضون له من زملاء غربيين، ما في ذلك تهديد وابتزاز. الولايات المتحدة وألبانيا عممتا رسالة دعت فيها أعضاء الأمم المتحدة إلى الامتناع عن المشاركة في تقديم مشروع قرارنا. نحن نتفهم الصعوبات التي تواجهها هذه البلدان التي تتعرض للتهديد والضغط، ولهذا قررنا ألا نطرح مشروع قرار للتصويت حاليا، ولكننا لن نسحب مشروع قرار هذا. بدلا من ذلك صباح غد سنطلب اجتماعا طارئا لمناقشة
موضوع مختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا بالاستناد إلى الوثائق التي حصلنا عليها من العملية العسكرية الخاصة، وسنقوم بإحالة الرسالة حول هذا الموضوع إلى الرئاسة الإماراتية. شكرا. أشكر ممثل الاتحاد الروسي على بيانه، وأعطي الكلمة لممثل الصين. شكرا سيدي الرئيس. أشكر وكيلة الأمين العام السيدة دي كارلو، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، ومساعد المفوض سامي على الإحاطات. نشعر ببالغ القلق إذا تدهور الوضع الإنساني في أوكرانيا، ونأسف لزيادة في عدد الإصابات وضحايا المدنيين وعدد اللاجئين. ندعو كل الأطراف إلى ضبط النفس قدر الإمكان وضمان سلامة وأمن كل المدنيين، ما في ذلك النساء والأطفال، وتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية من أجل تجنب اتساع نطاق الأزمة الإنسانية. ندعم عمل الجهات المعنية من أجل مواصلة الاتصالات وضمان المعابر الإنسانية الآمنة ومن دون عوائق، وتيسير إجلاء الناس والمساعدة الإنسانية. عدد اللاجئين والنازحين بسبب النزاع لا يزال في ارتفاع، مما يؤثر على أوكرانيا والبلدان المجاورة. نحن ندعم دور مكتب تنسيق شؤون الإنسانية ومفوضيات اللاجئين ومنظمة الصحة العالمية من أجل تنظيم العمليات وحشد جهود المجتمع الدولي لمساعدة كل المحتاجين. في الفترة الأخيرة بعض الناس منحدرين من أصل أفريقي أو من الشرق الأوسط واجهوا صعوبات أثناء عمليات الإجلاء، وينبغي أخذ هذا الموضوع على محمل الجد والتعامل معه ومعالجته وفقا للأصول. كل اللاجئين بغض النظر عن لون بشرتهم أو دينهم ينبغي أن يحصلوا على الحماية التي يستحقونها بموجب القانون الدولي للاجئين. الصين تولي الاهتمام العالي للوضع الإنساني في أوكرانيا، وقد تقدمت باقتراح يتضمن 6 نقاط. الصليب الأحمر الصيني قدم لأوكرانيا 3 شحنات من المساعدات الإنسانية، والثالثة من هذه الشحنات تضمن الحليب والأغذية للأطفال. لمساعدة الصليب الأحمر الأوكراني على تقديم العون للأطفال النازحين واللاجئين، نرحب بأي مبادرات أو اقتراحات من أي أطراف من شأنها المساهمة بالتخفيف من الوضع الإنساني في أوكرانيا. المجلس الأمن يتحمل المسؤولية الأولى عن صون السلم والأمن الدوليين، وبالتالي عليه أن يؤدي دورا إيجابيا في تخفيف من الأزمة الإنسانية في أوكرانيا. وتأمل الصين أن المجلس بإمكانه أن يحافظ على وحدة صفه فيما يخص الملف الإنساني، وأن يتحلى بروح بناءة. سيدي الرئيس، المجتمع الدولي يسعى كل بكامله يأمل التوصل إلى وقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن من أجل التخفيف من الوضع على الأرض وتجنب الخسائر المدنية، ونحن نؤيد المجتمع الدولي في ذلك. واليوم وحتى اليوم روسيا وأوكرانيا أجرتا 4 جولات من المفاوضات. استمرار المفاوضات يعني أن هنالك فرصة للتوصل إلى وقف إطلاق النار، وأن هنالك فرصة لتحقيق السلام. والصين لا تزال ملتزمة بتحقيق السلام عبر المفاوضات، وندعم دور الأمم المتحدة والجهات المعنية والمساعي الحميدة، ونأمل أن كل الأطراف ستضاعف جهودها من أجل تيسير محادثات السلام لكي لا تزيد الوضع سوءا. وقد أثبتت التجربة أن الجزاءات لا تساهم في حل مشاكل، وإنما تؤدي إلى مشاكل جديدة. نظرا لبطء الاقتصاد العالمي، أي جزاءات إضافية ستفاقم أو ستزعزع الاستقرار في سلاسل الإمداد، مما يزيد من أزمات الطاقة والغذاء، ومما يهدد أرزاق الناس في كل البلدان خاصة البلدان النامية، وذلك سيتسبب بتبعات إنسانية جديدة. وهذا موضوع ينبغي أن يولي المجلس الاهتمام له عند التعامل أو عند النظر في الوضع الإنساني في أوكرانيا. أشكر ممثل الصين على بيانه، وأعطي الكلمة لممثل المكسيك. Muchas gracias,
señor presidente. Agradezco a... شكرا جزيلا سيدي الرئيس. أشكر وكيلة الأمين العام السيدة روزماري دي كارلو ومفوض سامي المساعد السيد مازو والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية على الإحاطات. مر 3 أسابيع منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا وما كان له من تبعات كارثية. سمعنا أرقاما مؤسفة للغاية، ما يزيد عن 3 مليون لاجئ وما يزيد عن 1.8 مليون نازح، وهذه الأرقام أرقام هائلة. خاصة وأنه منذ شهر بالتحديد كنا نجلس في هذه القاعة بالذات بصدد تقييم تنفيذ اتفاقات مينسك. وعندها قيل لنا إن ما يجري على الأرض كان مجرد مناورات عسكرية. إذن كيف سيكون الوضع الإنساني إذا ما استمر الوضع على حاله؟ أشيد بداية بالتضامن الذي أبدته تلك البلدان التي استقبلت لاجئين، خاصة التي استقبلت أكبر عددا من اللاجئين، ولكن احتياجات الناس داخل أوكرانيا ازدادت وستستمر في الازدياد، خاصة أولئك الناس الذين لا يصلون الخدمات الأساسية مثل مياه الشرب النظيفة والمياه والأدوية والأغذية. ولهذا تدعونا الحاجة إلى ضمان وصول إنساني آمن من دون عوائق للسماح بوصول العاملين الإنسانيين والطبيين قادرين على توفير هذه الخدمات الأساسية للمدنيين. سيدي الرئيس، كما سمعنا منظمة الصحة العالمية سجلت 43 هجوما على المرافق الصحية في أوكرانيا. القانون الإنساني الدولي يحظر صراحة أي هجوم على المرافق الصحية، وبالتالي من الضروري ضمان حماية المرافق الصحية وعددها 300 الواقعة قرب خطوط المواجهة. نندد بالهجمات على العاملين الصحيين والمعدات الصحية والإنسانية ووسائل نقلهم. قد تكون تبعات هذه الهجمات على المدنيين والمرافق الصحية قصيرة أو طويلة الأمد ولا يمكن معالجتها، وذلك غير مقبول إطلاقا. ندعو مرة أخرى إلى احترام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار 2286 والذي يشير صراحة إلى موضوع حماية العاملين الإنسانيين والصحيين، وكذلك القرار 2573 والذي يشير إلى البنى التحتية المدنية الحيوية. كذلك نحيط علما بقرار محكمة العدل الدولية البارحة الذي دعا إلى وقف فوري للعمليات العسكرية التي بدأت في 24 من شباط فبراير. وكما قلنا مرارا وتكرارا في هذا المجلس، توفير المساعدات الإنسانية يمر بوقف الأعمال العدائية. سيدي الرئيس، بينما تركز الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيون في جهودهم على توفير المساعدة الطارئة التي يحتاجها الناس، الوقت حان كذلك للتأكيد على أن الحل الوحيد لهذا النزاع يمر بالحوار والدبلوماسية.
ونحن نحيط علما بالمبادرات الجارية بما في ذلك الاجتماع الأخير في إطار صيغة أو منتدى أنطاليا، ونحن نرحب بأي جهود صادقة للتفاوض. لهذا نأسف لأنه على الرغم من النوايا والمساعي الحميدة التي بذلت التي بذلناها إلى جانب فرنسا ودول أخرى، لم يتمكن المجلس حتى الآن من توجيه نداء لا لبس فيه من أجل وقف الأعمال العدائية، وهذا النداء من مجلس الأمن من شأنه أن يساهم مساهمة جمة في توفير المساعدة الإنسانية للمدنيين في أوكرانيا. شكرا. شكر ممثل المكسيك على بيانه. أدلي الآن ببيان بصفتي ممثل الإمارات العربية المتحدة. أشكر كل من السيدة روزماري دي كارلو والسيد رؤوف مازو والدكتور تيدروس غيبريسوس على إحاطاتهم الوفية. ما استمعنا إليه اليوم يعكس التدهور الخطير للأوضاع الإنسانية جراء استمرار الصراع في أوكرانيا، حيث تواصل أعداد اللاجئين الارتفاع بوتيرة مثيرة للقلق، كما تستمر معاناة المدنيين في المناطق الأوكرانية بسبب العراقيل أمام وصول المساعدات الإنسانية مثل الغذاء والمعدات الطبية وغيرها من الاحتياجات الأساسية. وفي الوقت نفسه فإن الضرر الذي لحق بالبنية التحتية المدنية سيفاقم من تردي الوضع الإنساني في المدن الأوكرانية الرئيسية لا سيما ماريوبول. وفي هذا الإطار تود بلادي التركيز على 4 نقاط رئيسية. أولاً، أننا ننظر بإيجابية تجاه المفاوضات الجارية بين الاتحاد الروسي وأوكرانيا، ونأمل أن تسفر عن تهدئة تسمح للمنظمات الإنسانية بأن تقوم بمهامها وأن تلبي احتياجات المدنيين. وفي هذا السياق هناك ضرورة ملحة لاتخاذ خطوات ملموسة تهدف لتهدئة الأوضاع على الأرض وبناء الثقة بين الطرفين، بما في ذلك عبر التوصل لاتفاقات تمكن المنظمات الإنسانية من إيصال المساعدات للمحتاجين بطريقة آمنة، وإنشاء ممرات لخروج المدنيين، والتوصل لتفاهم يضمن حمايتهم. ثانياً، تثمن بلادي الدور الرئيسي لدول الجوار، وبالأخص بولندا ورومانيا ومولدوفا، بالإضافة لغيرها من الدول، في التعامل مع الأزمة الإنسانية من خلال استقبالها للاجئين وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي لتراعي احتياجاتهم. وفي الوقت نفسه ندرك من تجارب منطقة الشرق الأوسط أهمية دعم هذه الدول لتتمكن من رعاية اللاجئين بشكل كامل، خصوصاً وأن الصراع ما زال قائم، مما ينذر باستمرار موجات اللاجئين. ثالثاً، وبالتزامن مع جولات التفاوض الجارية، تشدد بلادي على أهمية الالتزام بالقانون الدولي، وبالأخص القانون الإنساني الدولي، والذي يمثل خرقه ليس فقط انتهاكاً لحقوق المدنيين، بل تهديداً للنظام الدولي. ونكرر هنا دعوتنا لجميع الأطراف المعنية إلى احترام التزاماتها الدولية ووقف استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية. وأخيراً، تؤمن دولة الإمارات بضرورة أن تركز استجابة مجلس الأمن للأزمة الإنسانية الناتجة عن الصراع في أوكرانيا على العمل الإنساني بطريقة
عملية وهادفة، وذلك بالتنسيق مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية والجهات الإنسانية الأخرى ذات الصلة. ونؤكد بأن الحل الوحيد للأزمة يكمن في تكثيف الجهود الدبلوماسية والوقف الفوري للأعمال العدائية في جميع أنحاء أوكرانيا، والسعي إلى سلام مستدام يحفظ استقلال وسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. أستأنف مهامي كرئيس للمجلس. طلبت ممثلة الولايات المتحدة الكلمة لإدلاء ببيان آخر. أعطي لها الكلمة. Thank you very much. I was momentarily pleased to hear. شكرا. سعدت للحظة عندما سمعت بأن الاتحاد الروسي لن يعرض أو يطرح مشروع أو قرار المشين للتصويت. ونحن نعرف أنه لو كانت روسيا تأبه للأزمة الإنسانية التي تسببت بها بإمكانها أن توقف هذا الهجوم على أوكرانيا، ولكنها بدلا من ذلك ارتأت أن تدعو لاجتماع آخر في المجلس لكي تستخدم هذا المجلس كمنصة لإشاعة أو نشر أكاذيبها وحملاتها الدعائية. لا يجب أن ننسى أن روسيا هي المعتدي وأنها تسعى لخلق الأعذار لشن الهجوم على أوكرانيا، ولا ينبغي أن نخدع بذلك، فهي لديها قوات تنشرها في أوكرانيا وهي المسؤولة عن قتل الناس داخل أوكرانيا، ولهذا نحن نجتمع هنا اليوم ليس لكي نحاول الرد على أكاذيبهم. شكرا. أشكر ممثلة الولايات المتحدة على بيانها. أعطي الكلمة الآن لممثل أوكرانيا. السيد الرئيس، أعضاء مجلس الأمن الكرام، سعادة وكيلة الأمين العام السيدة دي كارلو، المدير العام ومساعد المفوض السامي المساعد لشؤون العمليات، كما أوقر بحضور البلد المعتدي اليوم في المقعد الدائم للاتحاد السوفيتي، اسمحوا لي في المستهل أن أبدأ باقتباس. العمليات تتطور بنجاح وفي امتثال تام مع الخطط التي اعتمدت سابقا. نهاية الاقتباس. هذا ما قاله بوتين بالأمس بعد 3 أسابيع من هذا الاجتياح الروسي غير المبرر ولا المستفز ضد أوكرانيا. وخلال تلك الأسابيع تساءل المجتمع الدولي، لماذا قرر الاتحاد الروسي أن يتلاعب بالريخ الثالث للنازية من خلال الهجوم على بلد جوار سالم ودفع المنطقة نحو الحرب؟ ما هي الأسباب وما هي الخطط؟ بالأمس حصلنا على الإجابة. قتل الأطفال الأوكران، 108 روح بريئة حتى الآن. اسمحوا لي أن أقتبس من جديد. النجاح بامتثال تام مع الخطط المعتمدة سابقا وفقا لبوتين. الأطفال مستهدفين بشكل متعمد بالنظر إلى قصف مسرح ماري بول الدراما بالأمس، والذي كان ملجأً لمئات المواطنين المحليين والسواد الأعظم منهم من النساء والأطفال، وكانت هناك علامات واضحة مرسوم عليها كلمة أطفال مرسومة على الشوارع من الجانبين وكانت واضحة، ولكن قامت الروس بقصف جوي مما أدى إلى دمار كامل لهذا الملجأ، ولكنه لم يتحول إلى ما ارتآه بوتين في السابق من خطط وتحويلها إلى قبور جماعية، ولكن
لم تكن خطة بوتين محدودة لقتل الأطفال فحسب، وإنما كان هناك أيضا تهديد لجميع المدنيين الأوكران والأجانب أيضا. فمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان سجل 726 حالة قتل المدنيين، ونعتقد أن الأرقام أعلى بذلك بكثير، وهي عن حق أكبر من ذلك. بالأمس فقط في مدينة شيرنيهيف تم قتل 53 مدني بالقذف الروسي والقنابل الروسية، وتم قتل 13 منهم وهم يقفون في انتظار لقمة العيش. وفي اليوم نفسه في ميريفا وخاركيف قتل 21 شخص بعد قصف روسي دمر مدرسة محلية وبنايتين. والخطة هي القضاء على المدن الأوكرانية سواء كانت خاركيف، سومي، فولنوفاخا، أختيركا أو إيزوم. وفي ماريبول الآلام الأوكرانية وآلام العالم أجمع مستمرة وهو خزي لروسيا. فقد سقط 2400 ضحية مؤكدة من المدنيين، وتم تدمير 90% من البنية التحتية في هذه المدن. وقامت القوات الروسية بالسيطرة على أحد المستشفيات وجمعت 400 مدنية واستغلت هذه البناية كموقع عسكري وتستخدم فيه البشر كدروع بشرية. واسمحوا لي أن أقتبس، معاناة ماري بول لا يجب أن تصبح مستقبل الأوكران، قال ذلك بيتر ماور وهو رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر الذي وصل إلى أوكرانيا الآن. وخطة بوتين هي انتهاك الاتفاقات الخاصة بوقف إطلاق النار والمسارات الأمنة للمدنيين في الذين يرغبون في الخروج من الأراضي المحتلة مؤقتا. بالأمس قامت القوات الروسية بقصف مركبة لمدنيين كانت متجهة نحو من ماريبول لزابوريزيا وقتل 5 أشخاص بما في ذلك إصابة أطفال. والخطة هي ترهيب المدنيين المحليين الذين بقوا في أراضيهم، لا سيما تلك الأراضي التي وقعت تحت سيطرة القوات الروسية. القرى الصغيرة التي يقبع فيها الجنود الروس تعاني على حد أكبر. فهناك دخول واقتحام للبيوت وطرد الناس في الشوارع وأخذ مأواهم وغذائهم، وهناك شهود عيان أبلغوا عن تعذيب واختطاف لموظفين محليين وحتى قتل خارج نطاق القانون في ربوع البلاد. فقد ضغطوا على الأوكران للهروب من بيوتهم واللجوء كجزء من خطة مماثلة لبارباروسا. وهناك حوالي 3.2 مليون لاجئ غادروا أوكرانيا حتى الآن. وعلى خلفية هذا الوضع الإنساني الذي ما فتئ أن يتفاقم، جرأت روسيا أن تتقدم بقرار إنساني لمجلس الأمن. فهذا النداء الذي يطلقه القاتل لأعضاء الأمم المتحدة إنما هو استخفاف ومفارقة مروعة. وهنا اسمحوا لي أن أقتبس سانت باتريك، لا يجب أن تثق في مراقبة الكلب لغذائك. وفي الوقت ذاته ما من شك أن العمل الإنساني في الأمم المتحدة مطلوب على نحو طارئ، ونشجع كل الأمم المسؤولة بدعم الجهود المعنية بذلك في الجمعية العامة، كما أشجع الجميع إلى الانضمام لمجموعة أصدقاء المساءلة بعد العدوان ضد أوكرانيا، والذي شارك في إنشاء ألبانيا وكولومبيا ودنمارك وجزر المارشل وهولندا وأيرلندا وأوكرانيا. وستمثل المجموعة منتدا ما بين دول الأطراف الأمم المتحدة لمناقشة تدابير المساءلة وتعزيزها في أوكرانيا بعد العدوان العسكري الروسي. أعضاء مجلس الأمن الكرام، بالأمس أصدرت محكمة العدل الدولية قرارها حول التدابير المؤقتة في حالة الادعاء بالإبادة الجماعية وفقا لاتفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية وعقابها أوكرانيا ضد الاتحاد الروسي. وقررت المحكمة أن الاتحاد الروسي سيوقف بشكل فوري العملية العسكرية التي بدأها في 24 من شباط فبراير 2022 في الأراضي الأوكرانية.
وعلى الرغم من أن هذا القرار ملزم على روسيا وفقا لميثاق الأمم المتحدة، إلا أن الكرملين اليوم بانفتاح وجراءة تجاهل هذا القرار وأكد، وأنا أقتبس، أنه لا يمكن أن يأخذ هذا القرار بعين الموافقة، لأنه ما من اتفاق ما بين الجانبين نهاية الاقتباس. ألا يجب أن نتعجب من ذلك؟ لا أعتقد ذلك، لأنه منذ البداية، منذ تواجد روسيا في الأمم المتحدة، كان هناك انتهاك وتحدي لميثاق الأمم المتحدة. كان ذلك الحال حينما سمح لروسيا أن تأخذ مقعد الاتحاد السوفيتي في الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن. كان هذا هو الحال في جورجيا وفي سوريا وفي القرم وفي دونباس في 2014. أشجع أعضاء مجلس الأمن على ممارسة مهامهم كما ارتأى ذلك كما ارتأت ذلك المادة 94 الفقرة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، والتقدم بتوصيات واتخاذ تدابير في حالة فشل روسيا الامتثال بالتزاماتها وفقا لهذا القرار الذي صدر عن المحكمة. السيد الرئيس، إن الضغط في حالة الصدمات المستمر بسبب استمرار أسباب الضغط هو نوع من أنواع أمراض الضغط لما بعد تعرض للصدمات، ومظاهر هذا المرض هي المشاركة الفعالة في ما يسبب تلك الصدمات. والذين يعانون من هذا المرض قد يطلع بأدوار عدة، مثل أن يصبحوا جنود أو منفذين لعمليات قتل، بما في ذلك الاتيان بالقتل بالفعل. ولكن هل يمكن أن يطلع بهذا الدور الدبلوماسيين، لا سيما هنا في الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن؟ وبالمقارنة بما نعرفه من أمراض الضغط المختلفة والصدمات، يبدو أن هناك حدة في أنماط ظواهر هذا المرض. وحالة العدوان العسكري الذي شنت روسيا ضد أوكرانيا، والفضاء واسعة النطاق التي اطلع بها الجيش الروسي بعد أمر صادر عن بوتين ويدافع عنه الدبلوماسيون الروس، سيكون محل دراسة من قبل العلماء والأوساط الأكاديمية، ما في ذلك في المجالات الاجتماعية والتاريخية والفلسفية والعقائدية. واليوم أود أن أختتم بما يتأتى من وثيقة Into the Abyss، أو على الحافة الهاوية، وهو فيلم وثائقي حول من يقومون بتنفيذ عقوبة الإعدام، حيث بدأ أحد الحراس في البكاء والارتجاف لأنه تذكر أعين هذا الشخص الذي تم تنفيذ فيه حكم الإعدام. وهنا أتساءل، هل ترون هذه الأعين، أعين الأطفال والنساء وكبار السن من الأوكران أمامكم؟ لنوقف هذا التلاعب المروع في مجلس الأمن، فهو مخزن عن حق. و لن أتوقف على هذا النحو، لأن ذلك سيعطي مساحة للاتحاد الروسي. وعوضا عن ذلك سأقوم باقتباس دانيو فرانشكيني، وهو عضو في الحكومة الإيطالية والذي تقدم بتغريدة اليوم وقال أن إيطاليا على استعداد لإعادة بناء المسرح في ماريوبول، والحكومة وافقت على عرضي بأن نقدم لأوكرانيا الموارد اللازمة لإعادة بناء هذا المسرح في أقرب فرصة ممكنة. فالمسارح في كل بلدان العالم هي ملك للإنسانية جمعاء. نهاية الاقتباس وشكرا. لأوكرانيا على بيانه، وأعطي الكلمة لممثل بولندا.
السيد الرئيس أعضاء مجلس الأمن الكرام، أتوجه بالشكر إلى سعادة وكيلة الأمين العام ومقدم الإحاطات على تلك المداخلة الهامة اليوم، وأبدأ بالإشادة بالجنود والمدنيين الأوكرانيين الذين لا يعرفون الخوف ويدافعون عن وطنهم وحريتهم وميثاق الأمم المتحدة، فهم يقاتلون أيضا بالإنابة عن كل من اضطر للهرب. كما أعرب عن امتناني للعمل الذي طلع به مكتب الأوتشا ومفوضية اللاجئين ومنظمة الصحة العالمية وشركائهم، وذلك لاستمرار تواجدهم في ربوع أوكرانيا مواصلة تقديم المساعدات. أصحاب السعادة، لقد اجتمع مجلس الأمن اليوم لمناقشة الأكبر أزمة إنسانية وأزمة لاجئين يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية، وذلك تباعا للعدوان الروسي على أوكرانيا. وهنا أود أن أتطرق إلى النقاط الإطارية. أولا، تلك هي حرب اختيار بمئة بالمئة، وطريقة شن هذه الحرب أيضا هو خيار، فروسيا هي التي قررت أن تلجأ إلى القوى الغاشمة واستخدم الأسلحة العشوائية وتكتيكات الحصار الهمجية، والآن يستهدف الصحفيين ويختطف عمداء المدن الأوكرانية. بقول آخر، المعتدي قرر أن يغير من طبيعة هذا النزاع، وهو برهان واضح على أن روسيا اختارت عمدا أن تخلق تلك الكارثة الإنسانية في أوكرانيا، وغضت الطرف بشكل سافر عن جميع مبادئ القانون الدولي الإنساني، ويجب أن نقلق جميعا إزاء ذلك. في الواقع، إن تجاهل القانون الدولي كان نمطا اعتمدته روسيا في سوريا وأماكن أخرى، ولتعزيز هذا النهج في اليوم صباحا رفض الكرملين قرارا صادرا عن محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محاكم الأمم المتحدة، بوقف هجومها ضد أوكرانيا. ثانيا، بدون تسوية الوضع الإنساني المروع لن يحل السلام، وبالتالي نحث روسيا على تغيير طرائق العمل العسكرية والسماح بالوصول الإنساني والإغاثة الكاملة بدون أي عقبات لمن يحتاجون إليها، والوصول الآمن للمدنيين من المدن المختلفة المتضررة من النزاع يجب أن يتم. بالنظر إلى الوضع في ماريبول، لا يزال هناك حوالي 350 ألف مواطن عالق في هذه المدينة التي تفتقر إلى الغذاء والمياه والدواء، ويحتاج الناس إلى المساعدات الإنسانية العاجلة، ويتعرض لمخاطر أمنية متزايدة، وبالتالي ننادي بوقف إطلاق نار فوري ووصول إنساني للمناطق المتضررة. ثالثا، التبعات الإنسانية لهذه الحرب المتواصلة لا تقتصر فقط على الأوكران في موطنهم، فمن هرب أيضا لا يزال متضررا. أكثر من 3 ملايين اضطروا إلى مغادرة أوكرانيا نتيجة للعدوان العسكري الروسي، وقد وصلت الأرقام إلى أكثر من 1.8 مليون شخص عبروا حدودنا منذ 24 من شباط فبراير، ومعظمهم وجدوا ملجأ في بولندا، وقد سجلنا 170 جنسية مختلفة في حدودنا، وجميعهم يعتبروننا ضحية لهذا العدوان. أصحاب السعادة، بصفتنا بلد جوار وصديق لأوكرانيا، نشهد بأم أعيننا التبعات الإنسانية المروعة لهذه الحرب. كل يوم على الحدود الأوكرانية البولندية نشهد عدد متزايد من الناس تعبر الحدود محمولة بصدمات صعبة، ونعتقد أن انخراط الهيئات والوكالات الأممية ذات الخبرة في هذا المجال والوفاء باحتياجاتهم وتوفير الدعم المتواصل للسلطات البولندية سيعزز من التوصل إلى حلول ملائمة وبسرعة. وبروح من التضامن، وصلت بولندا السماح بدخول الناس وتقديم المأوى والغذاء والرعاية الصحية والأمان لكل من يحتاج إليها بغض النظر عن الجنسية والنوع الجنس وغيرها. وبالإضافة إلى مؤسسات الرعاية، الآلاف من المواطنين البولنديين نظموا المساعدات بالتضامن مع الأوكران. في الوقت الذي أقدم فيه هذا البيان، تقوم زوجة فخامة الرئيس أغاتا كورنور دودا بعقد اجتماعات حول الوضع الإنساني في أوكرانيا وإذكاء الوعي والاهتمام بالتحديات التي تواجه الأشخاص في الحالات المهمشة والمستضعفة مثل النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة.
والحكومة البولندية قامت بتنفيذ تدابير هجرة جديدة وبشكل طارئ للمواطنين الأوكران الذين هربوا من موطنهم. القانون الجديد الذي دخل حيث النفاذ يوم الاثنين يضفي الطابع القانوني على تواجد المواطنين الأوكران بغية تمكينهم من التوظيف والحصول على رعاية صحية وتعليم ومسكن، كما نقدم مساعدات مالية مؤقتة لمساعدة المواطنين البولنديين الذين يرحبون باللاجئين، كما سنخصص التمويل لأيضا توفير التعليم للطلبة الأوكران. وكل أوكراني هرب من الحرب استطاع أن يحصل على الرعاية في المنظومة الصحية على قدم المساواة مع المواطن البولندي، وسنواصل تقديم المساعدة للمواطنين الأوكران الذين هربون من هذه الحرب المروعة التي شنتها روسيا. وقد جمع بالفعل 45 ألف طالب أوكراني، ولكن نحن وبلدان أخرى في المنطقة الذي أشهد سفرائهم هنا في القاعة نحتاج جميعا مساعدة بشكل طارئ، إذا مساعدة دولية للوفاء بذلك. أصحاب السعادة، اليوم تدفع أوكرانيا ثمنا باهظا للدفاع عن استقلالها وسلامة أراضيها وديمقراطيها وميثاق الأمم المتحدة وعزم وشجاعة الشعب الأوكراني مصدر إلهام للعالم أجمع، ولا يجب أن نخزلهم من الهمس بمكان أن نبرهن على تضامننا مع أوكرانيا وشعبها بالعمل الآن. وشكرا. أشكر ممثل بولندا على بيانه. لم يعد هناك أسماء مدرجة على قائمة المتحدثين. رفعت الجلسة.